يظهر عندك احنا كده تمام، احنا كده لايف صح؟ خليني كده خليني ندخل اشوف على دقيقة. البيج. احنا كده طلعنا لايف صح؟ ايوه احنا كده لايف. اوكي، السلام عليكم تمام احنا ورحمة كده الله لايف صح؟ وبركاته. احنا النهاردة في سلسلة لايفز من علم ينتفع به مع احنا كده طلعنا لايف الدكتورة صح؟ with the positive vibes، احنا كده لايف. الدكتورة هنا. هنتكلم السلام عليكم النهاردة عن ورحمة الأودونتوجينيك سيست اوف ذا جو، ومعانا دكتورة هنا، وان شاء الله بإذن الله الله محاضرة وبركاته. جميلة وتنفع الكل ان شاء الله بإذن الله. وان شاء الله هنبعت له السورس بتاعت المحاضرة، ويلا بينا نستمتع مع دكتورة هنا. مرحبا ويسعد مساكم، يعطيكم الف عافيه. انا كثير مبسوطه اني معكم اليوم ومبسوطه كثير بهاي الفرصه. اسمحوا لي بالبدايه اني اشكر دمياط دنتال كورسز على هاي الفرصه الحلوه، واشكر دكتوره امنيه ودكتوره رضوى لانه كثير كان لهم جهد وايد بهذا الشيء. بدي اتاكد بس اذا صوتي هلا واضح وصورتي واضحه وطالعين السلايدز معنا. يا ريت اي حد معانا في اللايف كده يقول لنا الصوت والصورة واضحين ولا ايه. يا ريت اي حد معانا في اللايف كده يقول لنا الصوت والصورة. تمام احنا كده لايف. اي حد معانا؟ في حدا كتب شيء؟ لسه محدش قال واضح ولا لا. واضح تمام. ايوه في حدا كتب لي كله واضح. اوكي تمام. خلونا نبلش. بسم الله. بالبداية محاضرتنا اليوم رح تكون إلى علاقة بمادة الأورال راديولوجي، وبالأخص بدنا نحكي عن الأودونتوجينيك سيست أوف ذا جو. هلا أنا دايما تعودت إنه قبل أي شيء مهم بدي أعمله بحياتي أنا بحب إني أحط نوايا، أحط نية للشيء اللي بدي أعمله، وبالحقيقة هذا الشيء أثر علي وكان يعطيني أوتكمز كتير حلوين. فأنا بهذا البس بنوي إني أكون حاضرة وإني سخر كل العلم اللي رب العالمين عطاني إياه لحد هذا الوقت بهاي المحاضرة، وبنوي تكون هاي المحاضرة محاضرة ممتعة ومفيدة وطالعة من جوات قلبي، وإن شاء الله يعني راح تكون هي يعني بشكل عام موجهة لطلاب السنة الثالثة والرابعة وكمان الثانية اللي هلأ عم يتعرفوا على مادة الأورال راديولوجي. فإن شاء الله راح تكون محاضرة سلسة واضحة، وإن شاء الله كمان راح يكون وقتنا مبارك ونقدر ننجز فيه كتير شغلات حلوين. إن شاء الله. بالبداية اسمحوا لي إني أعرفكم بحالي. أنا اسمي هنا عبد المعين الرحال، أنا من سوريا وعمري 22 سنة، حاليا مقيمة بالأردن وبدرس طب أسنان سنة ثانية بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. هلا بالحقيقة أنا بالأصل ابني لطبيب أسنان، بابا الدكتور عبد المعين الرحال هو اللي عرفني على التخصص وأسسني فيه ورجاني قد ايه انه هذا التخصص ما له تخصص سهل ومليان تحديات، بس بنفس الوقت الانسان بيقدر انه عن جد يبني قمم عاليه ويبني يعني ويعمل انجازات كثير حلوه من حصه كثير صغيره اذا بناها بقوه الايمان والتسليم والاستمراريه والسعي. فهو هلا بظن انه عم يشوفني، فبدي سلم عليه واقول له انه انا اشتقت له كثير وانه هذا اللايف مهدى لإله. مصدر هذا اللايف رح يكون كتاب الاورال راديولوجي برنسبلز اند انتربريتيشن، وانا بنصح صراحه وحقيقه اي طالب هلا لسه بده يتعرف على الاورال راديولوجي انه يعتمد على هذا الكتاب. الكتاب لغته كثير واضحه وكثير سلسه وبنفس الوقت يعني عم يعطينا المعلومات اللي كثير هيك خلص واضحه وما بتخربط. فانا بنصح عن جد اي حدا حابب يطور معلوماته انه يعتمد هذا الكتاب. تمام، وهو المصدر لهاي المحاضره، المصدر الاساسي. اليوم محاضرتنا بدها تكون عن الاودونتوجينيك سيست اوف ذا جو. هلا انا بعرف الشعور انه الانسان اول او طالب طب الاسنان اول ما يعني ياخذ هاي المحاضره ويفتح هيك الصور ويلاقي انه في 5000 صوره وكلياتهم نفس الشكل، بس كل وحده فيهم بتعطيني دلاله على مرض معين بخاف. بس ان شاء الله اليوم نحن موجودين لحتى نحكي ونحاول نبسط الاشياء وتكون واضحه قد ما نقدر. تمام، الاوتلاين تبعت هاي المحاضره رح تكون الاودونتوجينيك سيست. نحن في عندنا نوعين من السيست اللي بيصيروا بالجوز، النوع الاول هو الاودونتوجينيك سيست والنوع الثاني هن النون اودونتوجينيك سيست. والفرق بيناتهم انه بالاودونتوجينيك سيست المصدر تمام تبع تشكيل هاي الاكياس او السيست بيكون الاسنان، وهذا اللي رح نتناوله بمحاضرتنا لليوم. بينما النوع الثاني النون اودونتوجينيك سيست فرح نتركه ان شاء الله يمكن هيك بالايام بركي بتصح لنا الفرصه لحتى نشرح ونحكي عنه اكثر.
طيب نبدأ بسم الله. خلينا هلا هاي المحاضرة مينلي نفس ما قلت رح تكون موجهة لطلاب السنة الثالثة والرابعة والثانية اللي هلا عم يتعرفوا على هاي يعني على موضوع السيست لأول مرة. فشوي بدنا نحاول نفصل ونحكي شوية هيك يعني نشرح شوية مصطلحات يمكن هي لطلاب السنة الأكبر ولزملائنا بالامتياز أو بالسنة الخامسة يعني شغلات بديهية، بس يعني أنا حابة يكون كل شيء واضح حتى تكون المحاضرة مسهلة وميسرة، ولهيك رح يعني بكون تتحمل شوي إنه رح نشرح شوية شغلات. أوكي شوية مصطلحات. المحاضرة اليوم هي محاضرة أورال راديولوجي مينلي، بس رح نتطرق شوي نحكي عن الباثولوجي تبعت هذا تبعت هدول الليجنز وكيف بيتشكلوا كرمال نكون عم نبني شوي شوي وينبنى معنا كل شيء بصورة واضحة. فالسؤال الأول، شو هو السيست؟ شو يعني سيست أساساً؟ السيست بالعربي يعني كيس، تمام؟ وإذا بدنا نحكي بشكل أكثر أو بتفصيل أكثر عن تعريف هاي الليجن، أوكي هاي الآفة، فالسيست هو عبارة عن pathologic cavity، أوكي؟ فلاحظوا هو pathologic cavity، يعني أنا ما بيزبط إن يكون جاية وعم بعمل مثلاً روتين check up وأخذ للpatient صورة أشعة صورة بانوراما وشوف إنه أنا في سيست وقول إنه أوكي هذا شيء نورمال وخلص ومو مشكلة ويعني وغمض عيني عنه وما أعمل أي further investigations. أوكي نو هذا الشيء ما بصير. السيست هن آفة أو ليجنز كتير خطيرين أوقات بيكونوا وإلهم مضاعفات كتير على صحة المريض، فلازم دائما ننتبه لهم ولازم يكون عنا القدرة إنه نحنا نقدر نشخصهم ونلاحظ وجودهم على بجوات الجوز. أوكي فهذا هدف المحاضرة لليوم. فإذا هنا عبارة عن pathologic cavity، شيء مرضي له ثلاث شروط لحتى أقول إنه هذا سيست. الشرط الأول إنه يكون filled with fluid، معبى من جوا سوائل. الشرط الثاني يكون lined by epithelium، يكون هذا السيست عبارة عن شيء مثل الكيس من جوا مبطن بإبيثيليوم، أوكي، ومن برا مغلف بحافظة. أوكي هاي المحافظة الحافظة هي عبارة عن connective tissue wall. اوكي فاذا انا لازم يكون عندي ثلاث شروط لحتى اقول انه هذا ترو سيست. اول شيء يكون مليان فلويد، ثانيا يكون لايند باي ابيثيليوم، وثالثا يكون سراوندد باي ديفينيت كونكتيف تيشو وول. ولاحظوا اني قلت كلمه ترو سيست. ليه قلت كلمه ترو؟ لانه في عندنا مصطلح ثاني بنسميه السودو سيست. السودو سيست مثال عليه شيء اسمه الريتينشن سودو سيست. هذا النوع من السيست اوقات بنشوفه على صوره الاشعه بيكون شكله نفس شكل السيست اللي راح ندرس عنه اليوم، بس هو بالحقيقه اذا مسكناه وطلعناه هو مانو لايند باي ابيثيليوم. فهمتوا علي؟ ومو شرط يكون مغلف بكونكتيف تيشو وول، ومو شرط يكون في جواته فلويد، ممكن يكون في جواته اشياء تانية. فلهيك بدنا نقدر نميز الترو سيست. اوكي طيب هذا السيست أساساً كيف بيتكون أو كيف بيتشكل؟ بالبداية الموضوع يعني بدنا نشبهه كأنه إنه نحن محتاجين لبذرة تطلع منا يطلع منا ويتشكل منا هذا السيست. هاي البذرة هي الإبيثيليوم، تمام؟ بغض النظر شو مصدر هالإبيثيليوم هذا، أوكي؟ لما بيكون مصدر هالإبيثيليوم هذا جاي من التيشوز تبعيد التوث، هون أنا بسميه أودونتوجينيك سيست. بينما لو كان جاي من مكان تاني مثلا من سوفت تيشو من مثلا اي مكان تاني هون بصير نون اودونتوجينيك. فكلمه اودونتوجينيك يعني شيء مرتبط بالاسنان. اودونتوجينيك سيستس تشكلوا عندي من الابيثيليال سيلز اللي اجوا من التوث ديفلوبمنت او ضلوا بعد التوث ديفلوبمنت. فالخطوه الاولى انه نحن يصير في عندي بقايا من التوث ديفلوبمنت ابيثيليوم. اوكي بعد ما تنوجد هاي التوث ديفلوبمنت ابيثيليوم رح يصير لها بطريقة ما ستيميوليشن لحتى تبلش تشكل يعني مجموعة خلايا. هدول الخلايا اوكي بمنتصفهم رح يكون المنتصف تبع هدول الخلايا مقطوع من النيوتريانتس والفاسكولاريزيشن، يعني ما في تغذية عم توصل لهدول الخلايا، فبالتالي بده يصير في عندي نكروسز. هلا لما يصير في عندي نكروسز بنص هالكافيتي هاد شو رح يصير؟ بدها تزيد الاوزمولاريتي. فلما تزيد الاوزمولاريتي رح يبلش يصير في عندي فلويدز عم تيجي من برا من برات يعني من برات هدول الخلايا من الفاسكولاريزيشن الطبيعيه، ورح تصير تفوت لجوات هالخلايا هدول، وهيك شوي شوي هذا الكافيتي بده يتعبى مي وشوي شوي بده يبلش يتكون عندي السيست، تمام؟ فرح يبلش يكبر يكبر يكبر، يكبر
ولحتى يوصل لسايز معين. هذا هاي العملية طبعا بتكون بطريقة كتير بسيطة او عفوا طريقة كتير بطيئة. ليش؟ لانه السيست يعتبروا benign lesions، والbenign lesions يعني لما نقول كلمة benign lesions نحن بنكون عم نقصد شيئين، يا اما benign cysts او benign tumors. اليوم احنا رح نحكي عن السيست، بالمحاضرة الجاية ان شاء الله رح نحكي عن التيومرز. فالمهم نحن رح نوصل لسيرتين سايز. هلا هذا لما نجي نشوف السيست، السيست شكله على صوره الاشعه له تيرم معين بنسميه الهيدروليك ابييرنس. هيدروليك ابييرنس يعني بالضبط نفس شكل البالون. تخيلوا ان انا جبت بالون وعبيته مي، هيك رح يبين السيست على صوره الاشعه. فكلمه هيدروليك ابييرنس يعني ووتر فيلد بالون ابييرنس، هذا الشيء اللي رح نشوفه على صوره الاشعه ببساطه. ولاحظوا انه السيست من جوا رح يكون مليان ووتر. واذا بتتذكروا نحن درسنا من قبل اكيد انه صوره الاشعه انه عفوا التيشوز جوات جسمنا بيكون لهم قابليه معينه لامتصاص الاشعه. فاكثر يعني اكثر شيء اذا بدنا نرتب من الراديو اوباسيتي للراديو لوسنسي، اكثر شيء عندي بده يكون راديو اوبك هو الانامل، بعدين الدنتين، بعدين البون، بعدين منبلش الاير والفلويدز، اخر شيء بدهم يكونوا راديولوسنت. ولانه هذا السيست مليان ووتر مليان مي، فهو من جوا بده يبين راديولوسنت، بده يبين على سواد. اوكي، ف هذا بالنسبه للسيست كيف بده يبين. طيب هلا خلينا نرجع لفكره البالون. تخيلوا معي انه هذا السيست، اوكي السيست لما يبلش يكبر 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 ويبلش يقرب على الفايتال ستراكشرز اللي موجودين عندي. مثل شو الفايتال ستراكشرز؟ ممكن يكون توث، ممكن يكون البوردرز تبعيت الماندبل، ممكن يكون مثلا الماكسيلاري ساينس، ممكن يكون الريماس، ممكن يكون البادي اوف ذا ماندبل. فهو لما يبلش يقرب عليهم تمام بده يصير عندي شيئين، يا اما انه شكل السيست هذا الشكل الدائري الاوفال والراوند شيب هذا بده يتغير نفس ما شايفين هون بهاي الصوره، اوكي، او انه بده يصير في عندي ريزوربشن او ديسبيسمنت لهذا الاستراكشر، سواء كان توث او كان مثلا اي دي كانال او مثلا كان الفلور اوف ماكسيلاري ساينس. فراح يصير وحده من شيئين لما يقرب السيست يكبر ويوصل لعند، يا اما بده يصير في عندي انه البوردرز تبعيت السيست تتغير، او بده يصير في عندي ديسبيسمنت او ريزوربشن للاستراكشر او الادجيسنت ستراكشر. طيب شو كمان بدنا نقول؟ طبعا من اخر يعني من لما يجي لعند البيشنت على العياده ويبلش يعني او يكون عنده سيست، هو فعليا رح يجي لعنا شو الاعراض اللي رح يعاني منها بشكل عام؟ بشكل عام هو ممكن يعاني من شويه انتفاخ، اوكي، سويلنج، اوكي، ولكن هذا السويلنج رح يكون بلا الم، اوكي. السيست بشكل عام ما بيسببوا الم للبيشنت تمام، الا بحاله واحده انه نحن تشكل عنا السيست بعدين صار في عندي سكندري انفكشن، يعني في انفكشن اجت قربت على السيست وعملت انفكشن حوالين هالسيست. هون بهاي الحاله يس ممكن البيشنت يعاني من الم، ولكن اذا عندي سيست وما مقرب على الانفكشن وما صاير في سكندري انفكشن، فهون البيشنت غالبا ما رح يعاني من الم الا بحاله واحده انه مثلا كان هذا السيست قاعد يعني قريب كثير على فايتال ستراكشرز وقاعد عم يضغط كثير عليها، هون ممكن البيشنت يحس بالم. بس بشكل عام عند اغلب البيشنتس ما بيكونوا عم يعانوا من الم. والسيست بكتير حالات ممكن يتشكلوا حوالين ان ايربتد تيث، وهلا مع بعض رح نشوف كتير امثله على هذا الشيء. فخلونا نمشي شوي شوي ونعرف نحن يعني نشوف شو هن هدول السيست اللي ممكن يتشكلوا حوالين ان ايربتد تيث. نفس ما قلت لكم نحن السيست عنا اياهم نوعين، اودنتوجينيك سيست بهدول الانواع كلياتهم اللي رح ندرسهم اليوم، الراديكولار سيست، الريزيدوال سيست، الدنتيجرال سيست، البكال بايفوركيشن سيست والى اخره. وفي عندنا كمان النون اودنتوجينيك سيست اللي جايين من مصدر غير الاسنان، الابيثيليوم تبعيتهم مو جاي من الاسنان، اوكي؟ فهدول ما رح نضطر اليوم. طيب خلينا نفوت بالراديولوجي. ليش انا محتاجه اخذ صوره اشعه؟ محتاجه اخذ صوره اشعه للسيست بسبب ثلاث اشياء. اول شيء لحتى اوصف المدى والحدود تبعت هذا السيست لما يكون منتشر جوات البون. So the first thing
to describe its extent within bone. أنا لازم شوف حدود هذا الاسيست جوات البون، لازم شوف هو بالضبط وين صاير بأي منطقة، لازم أوصف اللوكيشن تبعه، لازم أوصف الشكل تبعه، لازم أوصف هو قريب لأي vital structures، هل هو قريب للID canal، هل هو بالtooth bearing area، هل هو قريب للmaxillary sinus، ولا شو ولا وين صاير بالضبط. ثاني شيء لحتى نحدد الـ extent of extraosseous involvement، يعني لو كبر هذا الساينس كتير، عفواً هذا السيست كتير، السيست ببلش جوات البون، تمام؟ إذا كبر كتير وصل يعني صار يطلع برات البون ويروح ويصير قريب للsoft tissues، أوكي؟ هون كمان أنا لازم أخذ صورة أشعة لحتى أعرف شو تأثير هالسيست على soft tissues هذول. وبهاي الحالة نحن شو بناخذ؟ رح ناخذ يا أما MRI أو MDCT، هدول هن اللي بيساعدوني إني شوف التغييرات اللي عم بتصير ب soft tissues، أوكي؟ الشيء الثالث لحتى نحدد الـ best site of biopsy، الخزعة. صورة الأشعة هي عبارة عن العين الثالثة لطبيب الأسنان، ولكن هي مو العين الوحيدة. وأنا لما بدي أوصل للدياجنوسيس أنا أبداً ما بعتمد على الكلينيكال إكزامينيشن لحاله، ولا بعتمد على الهيستوري لحاله، ولا بعتمد على صورة الأشعة لحاله، ولا بعتمد على البيوبسي أو الهيستوباثولوجيك إكزامينيشن لحاله. أنا بجيب كل هدول وبجمعهم كلياتهم مع بعض وبعدين بوصل للدياجنوسيس. فهلا انا اوكي اجى لعندي البيشنت، اخذت منه الهيستوري، شفت انه في عنده سويلنج، عنده انتفاخ مثلا، ما عم يشكي من بين، اخذت له صوره اشعه وشكيت انه في ليجن، وهاي الليجن شكلها سيست. فهون شو الخطوه الجايه؟ ممكن اوقات نقدر نوصل للدياجنوسيس من خلال صوره الاشعه والكلينيكال اكزامينيشن، وممكن احتاج لستيب زياده هي البيوبسي، اني اخذ خزعه، تمام، اني افتح اوكي واخذ قطعه من هذا السيست وشوفها تحت الميكروسكوب، وبالتالي بعدين يعني اوصل للدياجنوسيس. فانا ما بيجي يعني بفتح بطريقه كثير عشوائيه، لا انا لازم اكون كثير دقيقه بهذا الشيء، فهمتوا علي؟ فلحتى نحدد المكان اللي بدي افتح واخذ منه البيوبسي لازم اخذ كمان صوره اشعه. طيب مثل شو يعني شو هن صور الاشعه اللي نحن بنقدر ناخذهم؟ What are these diagnostic imaging؟ الخيار الاول ممكن ناخذ intraoral images مثل البيريابيكال ايمج والاوكلوزال ايمج. طيب هدول شو فائدتهم؟ شو بيساعدوني؟ الشيء الاول او الميزه الاولى لهذا الاوبشن انه هدول عباره عن ايزي اند جود اوبشن وذ جود ريزوليوشن، الوضوح والدقه تبعت هدول الايمجز كثير واضحين، يعني بيورجوني تفاصيل كثير دقيقه البانوراما ما بتقدر تورجيني اياها، تمام. ولكن العيب الوحيد لهدول الصور انه يعني الفيو تبعهم كتير صغير، اوكي ما رح يورجوني مساحه كتير واسعه. ولكن اذا انا حابه اشوف تفاصيل صغيره مثلا جوات هالليجن هاي، يس بقدر اخذ هون انترا اورال ايمج. والشيء الحلو كمان انه هاي الصوره رح تورجيني الانفولفمنت تبع السراوندينج تيشوز مثل البي دي ال واللامينا دورا، اوكي. الشيء الثاني انه الانترا اورال ايمجز لانه هي عندها جود ريزوليوشن، فهي راح تقدر او يعني بتساعدنا انه تو ديتكت السبتل تشينجز اكيرينج اراوند التيث، التغييرات البسيطه. اذا بتتذكروا قلت لكم انه البيناين ليجنز اللي هن السيست، تمام، التكون تبعهم والنضوج تبعهم والفورميشن والماتوريشن وهالقصص بتكون كتير بطيئه، تمام، يعني هي على فكره بتصير على فتره كتير طويله من الزمن. فانا اذا بدي اشوف التغييرات البسيطه هاي اللي عم بتصير شوي شوي ما رح تفيدني صوره البانوراما، اوكي. بيجي انا شو بعمل؟ باخذ انترا اورال ايمجز وراح يساعدوني لانه الريزوليوشن تبعهم ممتاز، اوكي. فهذا اول خيار. الخيار الثاني اني اخذ بانوراميك ايميجينج، والبانوراميك ايميجينج يمكن اي شيء يعني او اكثر شيء بيميزها انه هي بتعطيني بيجر فيو، اوكي، بتعطيني مساحه كثير واسعه قدامي، فانا بقدر اشوف بالضبط وين الاكستنت تبعت هاي الليجن وكيف واصله وكيف شكلها العام من برا وهي قريبه على اي مثلا ستراكشرز وهالقصص. فهذا الشيء الحلو انه هي بتعطيني اوفر اول اسسمنت of osseous structures of the jaws and show changes the borders، تمام، اي ال changes لل structures اللي ما بتبين بالبريابيكال ايمج بقدر انا اشوفها بالبانوراميك ايمج. مثل شو؟ مثلا افترضوا انه صار في عندي سيست عند منطقه الابر ثيرد مولر
وهون احنا بنعرف انه الثيرد مولر كثير قريب على الماكسيلري ساينس، على الفلور تبع الماكسيلري ساينس، فممكن انه هذا السيست يقدر يوصل للماكسيلري ساينس اوكي ويبلش يعني ياثر عليه. طب انا هذا كيف بدي اشوفه؟ مو دائما ببين بالبري ابيكال ايمج، ممكن اخذ هون صوره بانوراما. شو كمان ممكن؟ كمان اني اشوف او اعمل اسسمنت لللور بوردر اوف ذا مانديبل. راح ندرس خصوصا بالمحاضره الجايه انه اوقات الليجن او السيست او التيومر او شو ما كان لما يوصل ويوصل لعند البيريو استيوم، تمام، البيريو استيوم اللي هي الطبقه اللي بتكون مغلفه العظم واللي هي بتكون موجود فيها خلايا بتنتج لي عظم وبتكون لي عظم، تمام، اذا وصلت الليجن لعندها وبلشت تفرز برودكتس، هذا الشيء راح ياثر بطريقه معينه على هذا البيريو استيوم وراح يخليه يعمل بون فورميشن، تمام. فهذا الشيء كيف بنشوفه؟ كمان ممكن ناخذ صوره اشعاع حتى نشوفه. نزيد شغله لكم اياها بالانترا اورال ايمجز، بدي احكي عن الاوكلوزال ايمج. هلا نحن لما نيجي نطلع على صوره الاشعه مثلا البيري ابيكال، انا شو بكون شايفه؟ انا بكون شايفه طبعا الانترا اورال ايمجز والبانوراميك ايمجينج، هذول كلياتهم 2 دي ايمجز اوكي، يعني بيورجوني الصوره ببعدين فقط، طول وعرض، ميزيو ديستالي وأكلوزو أبيكالي، فهمت علي؟ بس البعد الثالث اللي هو الباكولينجوال دايمنشن، هذا أنا ما بقدر أشوفه بهدول الصور. فشو الحل؟ يعني أنا بدي إذا بدي أشوف هذا البعد الثالث، بدي أشوف السيست شو عامل بهذا البعد، شو بقدر أعمل؟ الشيء اللي بقدر أعمله أني أنا يا أما باخذ أكلوزال إيمج رح تورجيني إياه، أو أني أخذ صورة ثلاثية الأبعاد. اوكي طيب، صوره ثلاثيه الابعاد يعني سي بي سي تي او ام بي سي تي، هن بيورجوني يعني لما ناخذ صوره للبيشنت رح يكون في عندي مثل مجسم طالع، اذا قبل هالمره شفتوا صوره 3D، وهذا المجسم الشيء الحلو كثير فيه انه انا بقدر اخذ منه سكشنز باكثر من طريقه، فممكن اخذ منه سكشن بالاكزيال دايمنشن او بالكورونال دايمنشن او كمان بالساجيتال دايمنشن، وهذا الشيء كتير عظيم وكتير مهم وبيورجيني تفاصيل دقيقة ما بتبين بالانترا اورال ايميجينج والبانوراميك ايميجينج. آخر خيار ممكن أخذه هو الـ MDCT والـ MRI، وهدول بناخدهم بحالة إنه نحنا بدنا نشوف الـ involvement تبع الـ adjacent soft tissue. الـ CBCT هي صورة ثلاثية الأبعاد ولكن هي فقط للعظم للبون، اوكي ما بتورجيني سوفت تيشوز ابدا، ما بتورجيني هو شو صاير بالسوفت تيشوز. اما الام دي سي تي والام ار اي فهن مصممين لهذا الغرض وممكن استفيد منهم بحاله السيست. هون احنا شايفين صور لسيست معينين، اوكي هلا انا بعرف انه يمكن يعني مو فهمانين شو الشيء الموجود، بس مثلا انا هلا بالبوينتر قاعده عم حدد نفس ما انكم شايفين، اوكي شايفين هذا اللي عم حدد عليه، هذا كله سيست، وهون كمان شايفين هذا اللي هون، هذا كله سيست، وهذا اللي هون هيك، هاي كلها هاي الحدود تبعت نوع من السيست. هاي الصورة اللي هون هي أوكلوزال إيمج للمكزيلا، هون هاي تقريبا ممكن تكون كمان مقطع مقصوص من من بانوراميك إيمج أوكي، أو ممكن تكون كمان يعني بري أبيكال إيمج بس مأخوذة بالطول أو يعني مرفوعة شوي فقدران تورجيني الحدود، وهون هذا مقطع من بانوراميك ايمج. فطلعوا كيف نحن بنقدر يعني نوظف كل صوره من الصور اوكي وتورجيني شيء معين وتعطيني معلومه عن هذا السيست اللي انا او الموجود قدامي. طيب هلا اوكي اجى لعندي البيشنت، اخذت الهيستوري وعملت كلينيكال اكزامينيشن واخذت صوره اشعه وطلعت الصوره وشفت انا هدول الصور قدامي، شو الخطوه اللي بعدها؟ اول خطوه لحتى اوصل للدياجنوسيس ولما بدي اعمل الراديوجرافيك اسسمنت، اول خطوه اعملها هي اني اوصف، اعمل ديسكريبشن، لازم نوصف الليجن سواء كانت سيست او تيومر او اي شيء، اي ليجن موجوده اول خطوه اعملها هي اني اوصفها، اوصف شكلها اوكي. فلما بدنا نوصف الشكل نحن شو بنعمل؟ لازم نذكر عده اشياء، مثل شو؟ اولا اللوكيشن، الموقع، المكان اللي موجوده فيه هاي الليجن. ف اذا بدنا نحكي هلا عن السيستس بدي بلش احكي لكم معلومات عامه رح نشوفهم بكل السيستس اوكي بشكل عام، وهدول المعلومات اللي موجودين بهاي السلايده
رح يكونوا يعني يتكرروا معانا، رح نضل نعيد ونزيد فيهم كل المحاضرة أوكي. بس رح تلاحظوا إنه كل سيست من السيست اللي بدهم يمرقوا معنا رح يكون فيه هيك مثل هند أو يعني تلميحة صغيرة بيقول لك إنه ليكني أنا يعني أنا سيست اسمي كذا كذا، فهمتوا علي؟ بس بشكل عام كل السيست الأودونتوجينيك سيست بيكونوا مشتركين بخصائص معينة هلا بدنا نتعرف عليها. فبليز ركزوا معي هون كرمال يعني انه نكون عم نمشي بالمحاضرة وعم نخزن معلومات بنفس الوقت. اول شيء لما اجي تشوف او اوصف الصورة بدي اوصف اللوكيشن، الموقع او المكان. السيستس غالبا بيصيروا او نحن بالخصوص الأودونتوجينيك سيستس يصيروا centrally within bone، جوات البون اوكي، جوات المكزيلا، جوات البون تبع المكزيلا وجوات المانديبل، تمام؟ يعني بيبداوا جوات البون. طب وين بالضبط بالبون؟ الاودنتوجينيك سيستس غالبا بيصيروا بالتوث بيرينج اريا اللي هي المنطقه من الجوز اللي شايلين الاسنان وبين الاي دي كانال اوكي، اللي هي ما بعرف اذا مبينه هون، شايفين هاي اللي هون هلا اللي انا عم حدد عليها اوكي، هاي تقريبا هون الاي دي كانال، وهاي المنطقه اللي هون اللي انتم شايفينها هاي هيك اوكي، هي التوث بيرينج اريا. بين هدول المنطقتين السيست بيحبوا يبينوا او يعني يتشكلوا هون بهاي المنطقه اوكي. سو هن بيتشكلوا سنترالي ويذن بون، وغير هيك انهم كمان بيتشكلوا بين التوث بيرينج اريا وبين الاي دي كانال او الانفيريور الفيولر نيرف كانال. ثانياً المعلومة الثانية إنه السيستس نادراً ما يبدأوا يتشكلوا عند الكوندايل أو الكورونايد بروسيس تبعوت الماندبل، ولكن ممكن إنه السيست يتكون تحت بالبادي أوف ذا ماندبل ويبلش يكبر ويمتد ويوصل للكوندايل أو الكورونايد بروسيس أوكي. وغالباً يعني فهمت علي إنه هو رح يبلش بالبادي أوف ذا ماندبل ويطلع شوي شوي على الريموس أوكي، وبعدين ممكن يوصل وقتها للكوندايل والكرونويد بروسيس، بس هذا الشيء نادر. بس ممكن اذا يعني مرقت فتره كتير طويله وما تعالج السيست وبلش يكبر ويكبر ممكن يوصل لهي الانحاء. طبعا السيست نفس ما قلنا بيتشكلوا جوات البون، ولكن كمان ممكن يمتدوا ويوصلوا لاماكن تانية. فمثلا ممكن اذا انا كان في عندي سيست وتشكل عند المنطقه المولرز الابر مولرز ممكن يكبر نفس ما قلنا ويوصل ويفوت على الماكسيلري ساينس. سيناريو تاني ممكن كمان السيست يكبر 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 ويروح يوصل لللور بوردر اوف ذا مانديبل ويأثر عليها، ممكن يعمل لي اكسبانشن. تمام، كيف يعني اكسبانشن؟ يعني ببساطه البيشنت بده يجي خده منفوخ، عنده انتفاخ، عنده سويلنج بالمكان اللي صاير فيه هذا السيست. تمام، فانا لازم اوصف كل هدول، لازم اوصف كل هدول. هلا رح نتدرب مع بعض كيف نوصف الليجن. فهذا اول شيء اني اوصف اللوكيشن. الشيء الثاني اني اوصف الشيب تبع الليجن. مثلا هون انا بدي اوصف هاي، فرح اقول انه شكله راوند، شكله دائري كروي اوكي. مثلا هون كمان انا لما رسمت الحدود تبعيت الليجن شفت انه والله هي كمان شكلها كروي، فبقول انه هاي الليجن از اراوند او اوفال ليجن. تمام، فهاي الخطوه الثانيه اني اوصف شكل الليجن هاي. شو طب كيف بدنا نوصف الشكل؟ لازم نحدد الحدود الخارجيه صح. الحدود الخارجيه بنسميها البيريفري اوكي، البيريفري يعني الحدود الخارجيه تبعت هاي الليجن. هلا نفس ما قلنا السيست بالشيب تبعهم غالبا بدهم يكونوا راوند او اوفال، وتذكروا لما حكينا عن الهيدروليك ابييرنس يس، فهن لهم هيدروليك ابييرنس غالبا بيكونوا اوفال او راوند. تمام، طيب البيريفري او الحدود تبعت هاي الافه او هاي الليجن. بالنسبه للسيست هن السيست لانهم عباره عن بيناين ليجنز اوكي، فالتشكل تبعهم بده يكون يعني بطيء كتير، فهذا شيء منيح طبعا. ليه؟ لانه هون الجسم رح يكون عنده القدره انه يعني كحاله او كيعني مثل كيف بده يكون انه الجسم بده يبلش يدافع عن حاله ويبلش يحيط بهاي الليجن، فرح يبلش يشكل حواليها عظم، يشكل حواليها بون. هذا البون اوكي رح يشكل لي او يبين لي الحدود تبعت الليجن هاي، ورح يبين لونه ابيض كتير، رح يبين راديو اوبيك كتير. بهاي الحاله بسميه كورتيكيتد اوكي، كورتيكيتد بوردرز.
فشو يعني كلمة كورتيكيتد؟ يعني إنه أنا شايف الليجن وشايف إنه في حواليها خط أبيض محيط فيها دار مدار هالليجن هاي. أوكي هذا معنى كلمة كورتيكيتد. أوكي هاي أول خاصية من ناحية البريفري. الخاصية الثانية إنه بدها تكون البريفري well-defined periphery. أوكي شو يعني well-defined؟ well-defined يعني ببساطة إن أنا أدراني أجيب إصبعي وأشر على الحدود تبعت هذا الليجن، أنا شايفتها، أنا شايف المنطقة اللي فاصلة بين النورمال والأبنورمال تيشوز، شايف المنطقة اللي فاصلة بالضبط وهي منطقة حادة ومبينة كتير كتير منيح. إنه أنا هون عندي cyst وهذا cyst يعني مبين عندي إنه هو pathologic cavity، وهذا هون بالضبط هو normal bone يعني عظم سليم ما فيه مشكلة. اوكي هلا هذا شو بسميه؟ بسميه ويل ديفايند، انه انا قدراني احدد الحدود تبعيته شايفته بعيني. طب تخيلوا معي انه انا عندي سيست ولكن الحدود تبعيته متلاشيه او يعني متدرجه الى البون او النورمال بون، فانا مو قدراني يعني انا مو قدراني احدد بالضبط وين الحدود، وين عم تنتهي هاي الليجن. فهون بسمي هذا الشيء العكس، بسميه ال ديفايند. فاذا عندي مصطلحين، ويل ديفايند يعني قدران احدد الحدود تبعت الليجن، وعندي المصطلح الثاني هو ال ديفايند، انا مو قدران احدد الحدود تبعت الليجن وهي عم تتلاشى بطريقه كثير قليله، بطريقه كثير قليله او عفوا بطريقه كثير متدرجه حوالين هذا يعني او جوات البون هذا. اوكي فهون بسميه ال ديفايند. فإذا نفس ما قلنا أول شيء شو بدها تكون بالنسبة للسيست، في حال السيست بدها تكون البوردرز ويل ديفايند، وثانيا غالبا هي بتميل إنه تكون كورتيكيتد يعني رح تكون بيضة. أوكي وهلا رح ورجيكم صور لتحت. تمام هلا إذا شو اسمه، إذا كان عندي هذا السيست بحالته الطبيعية أوكي متشكل تمام نفس ما قلنا بده يكون ويل ديفايند وكورتيكيتد. إذا إجت سكندري إنفكشن عليه يعني اجى انفكشن اجت بكتيريا على هاي السيست وانتشرت حواليه بده يصير في عندي تغييرين. التغيير الاول انه البوردرز هاي رح تبطل ويل ديفايند ورح تبطل كورتيكيتد. اوكي فهذا الشيء بيشكل يعني بيعمل تحدي كبير اوقات لحتى نحدد انه هاي الليجن هي عباره عن سيست، لانه هون رح تصير تشبه شيء ثاني وليجنز ثانيين. فبحاله انه خلص ناخذ قاعده من هلا السيست هو ويل ديفايند وكورتيكيتد. اذا صار عندي سكندري انفكشن بهاي الحاله نحن رح نفقد هذا الشيء. اوكي رح نبطل نقدر نحدد وين الحدود بالضبط تبعت هذا الليجن تبعت هذا السيست. اوكي خلينا بس نفهم نحن شو عم نحكي. طلعوا معي هلا انا ماسكه البوينتر. اوكي طلعوا كيف انا قدرانه بهذا السيست حدد البوردرز تبعيته. شايفين البوردرز هي اللي انا عم بمشي عليها هلا؟ لاحظوا كيف انا قدراني ارسمها وشايفتها بعيني وقدراني اشر عليها كمان. اوكي فاذا هاي الليجن هي عباره عن سيست، ولما بدي اجي اوصفر يعني او بدي اوصف البريفري فراح اقول انه هاي ويل ديفايند كورتيكيتد بريفري. ليش كورتيكيتد؟ اطلعوا كيف الخط اللي مشكل الحدود هاي اللي هون هو خط ابيض ثين راديو اوبيك لاين. تمام هذا الشيء اللي انتم شايفينه بنسميه بنسميهم يعني كورتيكال بوردرز. اوكي وهون كمان لاحظوا معي كيف لكني انا قدران احدد بالضبط وين الحدود وين البريفري تبعت هذا السيست. اوكي ولاحظوا كيف الحدود تبعيته هي عباره كمان عن ثين راديو اوبيك لاين، ونفس ما اتفقنا هذا الشيء بنسميه كورتيكيتد بريفري او مارجنز او شو ما بدكم تسموه. هون كمان نفس الشيء لاحظوا معي لكني انا قدران يعني احدد بالضبط وين الحدود تبعت هاي الليجنز. اوكي هلا بهدول الصور هن كلهم سيستس، بس هذا نوع وهذا نوع وهذا نوع، بس لاحظوا كيف كلياتهم مشتركين بنفس الخصائص. اوكي يعني تقريبا الخصائص العامه. فمثلا هون لاحظوا كيف شكله دائري، وهون كمان تقريبا شكله دائري. لاحظوا البريفري كيف مشتركه بيناتهم هن الثلاثه. لاحظوا انه كمان هلا بدنا نحكي زياده على هيك بدنا نحكي عن الانترنال ستراكشرز. الانترنال ستراكشرز يعني الكافيتي تبع السيست هذا اللي انا هلا عم اشر عليه كيف شكله. السيست غالبا بده يكون من جوا، مو نحن اتفقنا انه هو مليان فلويد، فهو غالبا بده يكون مليان بده يكون طالع على صوره الاشعه بده يكون راديو لوسنت. ليه؟ لانه في جواته فلويد. نحن نعرف ان الفلويد يعني
بيبين راديولوسنت على صوره الاشعه، اوكي، وهذا السيست مليان فلويد، فمن جوا رح يكون مبين راديولوسنت. هلا ببعض الحالات بعض انواع من السيست رح نتعرف عليهم كمان بهاي المحاضره، رح نشوف انه هن عندهم القدره يفرزوا لي او يشكلوا جواتهم كالسيفايد ماتيريالز، مواد متكلسه. هلا هاي المواد المتكلسه يعني بتكون متشكله من معادن، فهمت علي؟ فشو الفكره؟ هدول رح يبينوا انه هن جوات السيست ورح يكونوا راديو اوبك، يعني يعطوني راديو اوبك شو اسمه، يعني فيو، اوكي. فرح نقدر هيك يعني بنشوف اشياء جوات السيست بهاي الطريقه، اوكي، بيكونوا راديو اوبك، اوكي، ببعض الحالات. ولكن بشكل عام السيست من جوا بده يكون، يعني لما نحكي عن الانترنال ستراكشر بده يكون غالبا توتالي راديولوسنت. اللونج ستاندينج سيستس يعني السيستس اللي ضلوا متوفري يعني موجودين جوات الجوز لفتره كثير 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 طويله وما عالجناهم، هدول يصير لهم تكلس، اوكي، ممكن يصير من جوا فيهم تكلسات، مو لانه السيست بيطلع هاي الاشياء بطبيعته، ولكن لانه صار له فتره كثير طويله جوات هذا المكان او جوات الجوز، فهون يس بيكون عنده القابليه انه يطلع لي يعني او يبين في يعني شويه مناطق راديو اوبك، اوكي. ونفس ما قلنا سم سيستس بيكون فيهم سبتا وممكن يكون فيهم شويه كالسيفيكيشن. وبحاله السبتا، السبتا يا جماعه هي عباره عن مثل حواجز كتير صغيره بتكون موجوده جوات السيست. فاذا بدي ورجيكم صوره لإلهم، شايفين هذا الخط اللي هون الراديو اوبك لاين هاد، وهذا الخط اللي هون، هدول هيك بيجوا خطوط راديو اوبك لاينز جوات السيست، هدول بنسميهم سبتا. السبتا هدول شو بيعملوا؟ بدل ما يكون في عندي سيست كامل كبير كانه غرفه واحده، بيجوا وبيقسموا لي السيست هذا لغرف كتير صغيره، وهدول الغرف الصغيره بنسميهم لوكيولز، تمام. اخر شيء لازم اوصفه على صوره الاشعه هو الافكتس اون سراوندينج ستراكشر. هذا السيست شو عم يعمل بالضبط على الانسجه المحيطه فيه؟ الشيء الاول، السيست نفس ما اتفقنا grow slowly، بينمو ببطء، اوكي. الشيء الثاني، ممكن يعمل لي displacement، ممكن يعمل لي ازاحه او resorption للتيث. فبكتير حالات ممكن انا يكون في عندي سيست عم يتشكل، تمام، مثلا بين منطقه الفيرست والسكند بريمولرز، اوكي. ممكن هدول الفيرست والسكند بريمولرز اوقات يصير لهم امتصاص، يصير في عندي امتصاص بالجسور محل ما السيست عم يتكون وعم يكبر، وممكن يصير في عندي displacement، يعني انه بدل ما يكونوا واقفين بالبوزيشن الصحيح تبعهم ينزاحوا، اوكي. هدول اثنين من تاثيرات السيست. ثالثا، ممكن السيست يعملوا لي expansion بالماندبل، اوكي. expansion يعني بدل ما يكون الماندبل بحالته الطبيعيه اللي نحن متعودين عليها بصير له expansion، بصير له مثل انتفاخ او تمدد بجهه معينه. ليه؟ لانه السيست قاعد عم يكبر عم يكبر عم يكبر، وكمان قاعد عم يكبر معه طرف من الماندبل، اوكي، بكلي او لينجولي، اوكي. هذا الاكسبانشن غالبا بيكون شكله سموث ان كيرفد مانر، اوكي، يعني بيكون هذا الاكسبانشن عم بصير بطريقه ناعمه ومتماديه ومو بطريقه عشوائيه. يعني السيست كمان ممكن يعملوا لي displacement مو بس للاسنان، ممكن كمان يعملوا لي displacement لكتير اشياء، مثلا مثل inferior nerve canal، ممكن نحن نشوف انه بدل ما هي موجوده بالمكان الاصلي تبعها ممكن تنزاح لتحت، اوكي. فالسيست رح يكون قاعد عم يكبر عم يكبر عم يكبر، بنفس الوقت قاعد عم يتفشى لتحت. ممكن كمان انه يعمل لي displacement للتيث، رح نشوف هلا صور انه انا صاير في عندي سيست وهذا السيست جايب مثلا الامباكتد ثيرد مولر وعم يدفش لتحت بالابيكال دايركشن. وممكن كمان يعمل لي اكسبانشن للماكسيلري ساينس، تمام، او الفلور تبع الماكسيلري ساينس. فهدول كلياتهم، هلا شايفين هدول الافكتس اون سراوندينج ستراكشر اللي مذكورين هالاربع نقاط، هدول هلا رح نرجع نعيدهم مع كل سيست، اوكي. كل السيست اللي بدهم يمرقوا معنا كلياتهم رح يعملوا لي هاي الاشياء، تمام. بس مثل ما قلت لكم كل سيست من السيست رح يكون في له هيك هنت صغيره بتعطينا اشاره انه ترى هذا نوعه كذا وهذا اسمه كذا، اوكي. خلونا نبلش معناته هلا ناخذهم واحد واحد، وبدنا نبلش نحكي عن الاودونتوجينيك سيست اوف ذا جوز. بس قبل ما نبلش اسمحوا لي انه بس بدي اشرب مي كرمال اقدر اكمل معكم، اوكي. اول سيست بدنا نبلش نحكي عنه هو الراديكولار سيست.
radicular cyst في له او هذا النوع من السيستس له synonyms له مصطلحات او يعني مرادفات بالاسم ثانيين. فمثلا ممكن نسميه كمان periapical cyst، ممكن نسميه apical periodontal cyst، وممكن كمان نسميه dental cyst. اوكي طيب شو الديزيز ميكانيزم، كيف هذا الراديكولار سيست بيتكون؟ هلا الراديكولار سيست بيجي، نحن مو اخذنا قاعده واتفقنا انه السيست لحتى يتكون هو محتاج لابيثيليال سيلز. فيلا خلونا نفهم انه كل سيست من هذول السيست شو هن الابيثيليال سيلز اللي شكلوه. بالنسبه للراديكولار سيست فهو بيجي من الابيثيليال سيلز او الريستس اوف ابيثيليال سيلز او الريست اوف ملاسيس ان بيريودنتال ليجمنت. اوكي هدول الخلايا اللي بنعرفهم نحن واللي بيكونوا موجودين اثناء فتره التوث فورميشن، وبيضل منهم شوي صغيره بعد ما يخلص التوث فورميشن يعني او بعد ما يخلص الكراون لحتى يشكلوا لي الروتس، بيصير لهم بطريقه معينه ستيميوليشن، بيصير لهم تحفيز. اوكي فبيبلشوا يعني مثل انه يعملوا لي بروليفريشن. اوكي بعدين بيفوتوا بهذيك السايكل اللي شرحناها ببدايه المحاضره وبيتشكل السيست عندي. طيب شو هو المحفز لهاي العمليه؟ شو هو اللي بيروح يقول لهدول الابيثيليال سيلز انه يلا اعملوا لي سيست؟ هن فعليا الانفلاماتوري برودكتس من نون فايتال توث، وهاي معلومه كتير 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 مهمه بخصوص الراديكولار سيست. الراديكولار سيست ما بيصير الا انه يكون مرتبط بسن ميت بنون فايتال توث. يعني افترضوا انه صار في كان في عندي كاريز. اوكي هذا الكاريز بلش بالكراون ونزل نزل نزل ووصل لشو للبالبيت شامبر، وصار في عندي الريفيرسيبل بالبايتس، وبعدين بلش يصير في عندي نكروسز. هذا الشيء اذا ما عالجناه وبلش يطلع من تحت من الايبكس، هدول الانفلاماتوري برودكتس راح اللي اجوا من النون فايتال توث راح يبلشوا يحفزوا الريستس اوف ملاسيس ويقولوا لهم يلا اعملوا لنا سيست، وراح يتشكل عنا هذا السيست اللي شايفينه بهاي الصوره واللي هو الراديكولار سيست. طب شو الكلينيكال فيتشرز؟ يعني انا لما يجي لعندي بيشنت وعنده راديكولار سيست من شو عم يكون عم يعاني؟ اول شيء هدول السيست هن ذا موست كومن تايب اوف سيست ان ذا جوز، هن اكثر سيست بصيروا بالجوز. اوكي اكثر شيء شائعين. ثانيا نفس ما قلنا بيطلعوا من نون فايتال توث. ثالثا بيجي لعند البيشنت غالبا ما عم يشكي من سيمبتومز. اوكي يعني ما بيجي البيشنت متالم، لانه لاحظوا هذا السيست هذا ما له ابسس ولا انا جرانيولوما. اوكي فالبيشنت ما بيجي عم يعاني من الم الا بحاله وحده نفس ما اتفقنا انه يصير فوق السيست هذا سكندري انفكشن، فهون يس ممكن يصير في عندي الم، ولكن السيست بحد ذاته ما بيسبب الم. اوكي شو كمان؟ خلونا نشوف شو كمان ممكن انه اذا كبر كثير كثير هذا السيست ممكن يعمل لي سوليد، ممكن انه لما نفتح تم البيشنت نلاحظ انه في عندنا انتفاخ مبين عند الاتاتش جنجيفا. اوكي on palpation اذا انا جيت وجبت ماي فينجر وبلشت اعمل palpation على هاي الليجن شو راح اشعر؟ عندي يعني ثلاث حالات، يا اما انه يكون هذا السيست كبير كثير بس هو لساته جوات العظم، فبهاي الحاله انا لما اجي لمس عليه انا بكون لسه قاعده عم المس البون كورتكس. اوكي اللي هي القشره الخارجيه من البون، وبالتالي الملمس راح يكون صلب راح يكون هارد. اوكي هذا الانتفاخ may feel bony and hard إذا الكورتكس لسه intact، لسه القشرة الخارجية تبعية البون لساتها سليمة. طيب خلونا يعني نتخيل إنه هذا السيست كبر كتير 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 وعمل لي perforation بالبون كورتكس، هون أنا شو راح أشعر؟ راح أشعر العكس، إذا راح أشعر بشعور rubbery and يعني هيك كأنه شيء كأني ماسكة كرة فلين وقاعدة عم اضغطها بإيدي. فهمتوا علي كيف الملمس رح يكون؟ لأنه نحن هون بنكون قاعدين أو كأني ماسكة البالون هذا اللي مليان مي وأنا قاعدة عم اضغط عليه، هيك رح يكون الشعور. طب افترضوا إنه أنا بين وبين، يعني هو في شوي يعني طبقة كتير بسيطة من البون لسه ضالة بس لسه مو كتير، هون أنا شو رح لما أعمل palpation شو رح أشعر؟ رح يكون الملمس كأني عم لمس على قشرة بيض. اوكي فالبالبيشن كثير مهم كمان وبيساعدني لحتى احدد يعني هذا السيست قد ايه الامتداد تبعه لهذا البون. اوكي الانسيدنس تبع الراديكولار سيست بيكون بيزيد يعني من الثيرد للسيكث ديكيت، وغالبا بصير بالميل اكثر من الفيميل. اوكي شوي يعني بطريقه يعني مو بزياده كثير ولكن بطريقه في نسبه زياده عند الميلز اكثر من الفيميلز.
طيب الايميجينج فيتشرز، يلا خلونا نحكي بالتفصيل عن الخمس اشياء اللي حكيناهم او الاربع اشياء اللي هن اللوكيشن، البريفري، الشيب، والانترنال ستراكشرز، والافكتس اون سراوندينج ستراكشرز. بدنا نحكي يعني قبل، نحن بالبدايه حكينا بشكل عام، هلا بدنا نفصل كل ليجن بدنا نمسكها ونحكي عنها بالتفصيل. بالنسبه للوكيشن تبع الراديكولار سيست، فالراديكولار سيست غالبا بيكون الايبي سنتر تبعهم لوكيتد ات ذا ايبكس اوف نون فايتال توث، يعني هذا السن نفس ما انكم شايفين مبين انه في عليه حشوه كتير كبيره وانا شاكه انه نون فايتال، كيف بدي اتاكد؟ لازم اعمل فايتاليتي تيست. اوكي افترضوا انه طلع نون فايتال وطلع هذا الراديكولار سيست، لاحظوا انه الايبي سنتر، لما اقول كلمه ايبي سنتر يعني مركز هذا السيست، هاي الليجن وين موجود؟ رح يكون موجود حوالين الايبكس تبع النون فايتال تيث، هاي نفس هون بهاي المنطقه. اوكي هلا ممكن انه يطلع كمان هذا الراديكولار سيست ما يطلع عند الايبكس هون، لا ممكن يطلع من على جنب، اوكي من الفتحات تبعوت الاكسسوري او اللاترال كانالز، اوكي ميزيري او ديستري. 60% من الراديكولار سيست بيكونوا موجودين بالماكسيلا وخصوصا حوالين منطقه الانسايزرز والكانالز، تمام. فهاي بالنسبه للوكيشن. طيب بالنسبه للبريفري والشيب، مثل اي سيست ثاني رح يكون يوني لوكيولر راديولوسنت ليجن. يوني لوكيولر يعني كلياته شقفه واحده، كلياته غرفة واحدة متمادية مع بعض البعض، ما في عندي هدول السبتي اللي حكينا عنهم ببداية المحاضرة، لا هدول ما رح يكونوا موجودين. اوكي بالراديكولار سيست غالبا ما بيكونوا موجودين، تمام. فهو رح يكون يوني لوكيولر شقفة واحدة كاملة، اوكي راديولوسنت ليجن يعني من جوا شايفين هاي المنطقة كلياتها، هذا الكافيتي تبع الليجن شو لونه او كيف مبينة؟ عندي مبينة راديولوسنت اريا. اوكي رح تكون هاي او هاي البريفري، اوكي او لحظه كمان شغله هون بالبريفري لما نجي ناشر عليه هون رح يكون ويل ديفايند كورتيكيتد بريفري. اوكي طلعوا كيف انا قدران احدد الحدود تبعت هاي الليجن وقدران اشوف انه في عندي راديو اوبيك لاين، اوكي شارب ثين لاين، فهذا نفس ما قلنا مصطلح الكورتيكيشن عم نشوفه كمان هون بهذا السيست. في شغلة نقدر يعني نوصفها ونشوفها كمان، انه هي او هذا السيست رح يكون متمادي ومتواصل مع حدود الـ PDL واللامينادورة. اوكي فهون رح نلاحظ مع بعض كيف انه انا، وهي من علامات الراديكولار سيست، لاحظوا معي كيف انا صاير في عندي widening بالـ PDL space، صاير في عندي هون loss of لامينادورة، انا مو شايف اللامينادورة، شايفين اللامينادورة هي عبارة عن ثن راديو اوبيك لاين بيكون مغلف ومتواصل دار مدار الروت تبع السن، انا هون مو شايفته. ليه؟ لانه ما تنسوا انه هذا السيست نتج من انفلاماتوري برودكتس، الانفلاماتوري برودكتس هدول الخلايا، هاي خلايا الانفلاميشن عم تجي وعم تهاجم البون وعم تهاجم البي دي ال وعم تهاجم اللامينادورا، فاللامينادورا رح تختفي، البي دي ال بده يوسع تمام على حساب اللامينادورا اللي اختفت، ورح يتشكل عندي هذا الراديكولار سيست اللي شايفته قدامي. اوكي وطبعا نفس ما قلنا البريفري بدهم يكونوا ويل ديفايند كورتيكيتد انليس السيست بيكمز سكندري انفكتد، فهون رح نفقد هاي الحدود اللي واضحه قدامي ورح نفقد هالكورتيكيشن هذا. الانترنال ستراكشر نفس ما شفنا هون هن بدهم يكونوا راديولوسنت. وبالنسبة للإفكتس on surrounding structures، فأنا يا أما بده يصير في عندي displacement و resorption للroots of adjacent teeth and related non-vital tooth، يعني هذا السن هو بهاي يعني بهاي الصورة مو صاير له لا resorption ولا displacement ولا شيء، بس هلأ رح ورجيكم صورة تانية رح نشوف كيف صاير في عندي resorption للapex تبعيت التوث. أوكي فهاي اول شغله ممكن يعملها الراديكولار سيست. الشغله الثانيه انه السيست هذا عنده القدره انه يكبر كثير ويوصل ويفوت لجوات الساينس، تمام. والشغله الثالثه ممكن كمان يكبر كثير ويوصل للاوتر كورتيكال بليتس تبعيت الجوز. لما اقول كلمه اوتر كورتيكال بليتس فانا هون بكون عم اقصد البكال اند لينجوال كورتيكال بليتس. احنا عندنا هذا الماندبل، من جوا العظم شو بده يكون؟ اسفنجي او بنسميه كانسيلس بون، اوكي اللي هو هذا البون اللي انتم شايفينه، اوكي هذا البون كله بنسميه كانسيلس بون او العظم الاسفنجي. من برا او هاي اللي شايفينها هون هاي هي الاوتر كورتيكال بليت، اوكي وهي هون احنا عم نحدد يعني او خصوصا عم نحكي عن اللور بوردر اوف ذا ماندبل. هدول اوكي بدهم يكونوا كورتيكال بون او عظم كثيف، اوكي
فهدول اذا وصلن يعني نفس ما شايفين طلعوا كيف السيست كتير قريب هون لهاي البوردرز. طب بهاي الحاله شو راح يصير عندي؟ بده يصير في عندي اكسبانشن، بده يبلش يصير في عندي انتفاخ. السيست هذا قاعد عم يكبر وعم تكبر معه هاي الطبقه من العظم او الكورتيكال بون اللي مغلفه المانديبل، فبالتالي بده يصير في عندي نفس سوالينج او انتفاخ، بده يجي البيشنت عنده انتفاخ بوشه. ويس ممكن اخر شيء يصير في عندي ديسبيسمنت للاي دي كانال، والاي دي كانال على فكره كثير رح نحكي عنها بهاي المحاضره. اغلب السيست بيعملوا لي ديسبيسمنت، بيدفشوا الاي دي كانال من مكان الاصلي لتحت بالابيكال دايركشن، بينزلوها لتحت، رح نشوف هلا صور بعد هيك. خلونا نشوف هلا هون بهاي الصوره، لاحظوا معي كيف انا اوكي طلعوا. لما نجي نحكي عن هاي الليجن او هذا السيست، اول شيء خلونا نوصف انا شو شايفه قدامي. شايفه قدامي round radiolucent lesion with well defined corticated borders. اوكي الابيسنتر تبع هاي الليجن هو اقرب شيء هاي التيب تبعت اللاترال انسايزر. اوكي ولما جيت اطلعت على اللاترال انسايزر لاحظت هون انه انا في عندي بيج كاريس ليجن، فانا رح شك هون انه هذا السن نون فايتال وعم يطلع منه انفلاماتوري برودكتس، وهدول الانفلاماتوري برودكتس عم يشكلوا لي هذا السيست. طيب شو الخطوه اللي بعد هيك؟ يعني الخطوه اللي بعد هيك انه انا بعد ما شفت صوره الاشعه وخلص يعني شفت انه انا شفت هاي المعطيات، لازم اعمل فايتاليتي تيست لهذا السن اللي هون. اوكي واذا تاكدت انه هو نون فايتال، فانا هون رح كون قدام ثلاث خيارات رح نحكي عنهم بعد شوي، بس خلونا نمرق على هدول الصور. تمام هاي الليجن حكينا عنه انه انا هون شايفه تقريبا راوند ليجن راديولوسنت من جوا with well defined corticated borders. شو كمان بقدر احكي؟ بقدر احكي عن اللوكيشن انه هو صاير هون عند الابيكس اوف لور مولر. اوكي وهو قريب كتير على اللور بوردرز اوف ذا مانديبل. طيب خلونا نشوف هدول الصور. لاحظوا معي هون انا هون في عندي هدول ثلاث صور لراديكولار سيستس متشكلين عندي بهاي المنطقه. خلونا نبلش بهاي الصوره. نحن هون شو شايفين؟ شايفين كيف انه انا عندي هاي الليجن تمام، بس هل هي بتحسوها انه هي well defined بالضبط نفس هاي الصوره؟ هل انتم حاسين انه انا قدران اشوف هاي الحدود او الكورتيكيتد بوردرز هاي؟ حقيقه لا، هي هون ما مبينه يعني وليش ما مبينه؟ بالهيستوري اللي موجود عندي مكتوب انه هون صاير في عندي سكندري انفكشن، ونفس ما قلنا لما يصير في عندي سكندري انفكشن انا بفقد الويل ديفايند كورتيكيتد بوردرز اوكي تبعيت هاي هذا السيست. اوكي فاذا انا هون في عندي تقريبا هي بشكل عام يعني راوند ليجن من جوا هي راديولوسنت اوكي توتالي راديولوسنت، وهي الابيسنتر تبعها عند هاي الابر لاترال انسايزر. ولما جيت اطلعت على هالابر لاترال انسايزر هاي شو شفت؟ لاحظت انه في عندي بيج كاريس ليجن، ومو بس هيك صاير في عندي وايدنينج كتير كبير جوات البلك او جوات الكنال يعني. فانا هون رح شك انه هذا نون فايتال توث وبدي اعمل فايتاليتي تيست، وراح رح اجيب الديفرنشال دياجنوستس ليست واكتب انه من ضمن الديفرنشال دياجنوستس ليست ثلاث اشياء من ضمنهم الراديكال ارسست. اوكي هون في عندي صوره ثانيه بتورجيني انه طبعا هون صورتين لنفس الليجن. اوكي يعني هدول يعني هلا هاي بانوراميك ايمج لهذا السيست اللي متشكل هون، وهي اوكلوزال ايمج لنفس السيست. فهمتوا علي؟ يعني هو بيشنت واحد وليجن وحده بس اخذنا له صورتين. طيب يلا شو شايفين احنا بهدول الصورتين؟ هون بالبدايه بهاي البانوراميك ايمج نحن شايفين انه في عندي راوند راديولوسنت ليجن. اوكي لاحظوا كيف انا عم بوصف ويل ديفايند اند كورتيكيتد تمام، موجوده بمنطقه ال بين المنطقه البريمولر اللي لسه عم يطلع هلا والفيرست مولر هذا الموجود هون. اوكي فكتير مهم نوصف اللوكيشن. لما جينا اخذنا كلوزال ايمج هون
لاحظت كيف هو عامل لي expansion، وهذا هو expansion اللي أنا عم بحكي عنه صار لي من بداية المحاضرة. شايفين كيف السيست كتير كبير لدرجة أنه هو عامل لي مثل انتفاخ أو مثل تمدد بالبكال كورتيكال بليت. أوكي، فالبيشنت هذا لما نفتح لما يعني when he opens his mouth بده يبين عندي أنا في عندي نفس انتفاخ. أوكي، فهي فايدة إن إحنا نأخذ أكثر من صورة أشعة واحدة لهدول الليجنز. طيب أوكي، شفت صور الأشعة أنا ووصفتهم وكل شيء وكتبت الوصف تبعي. هلأ إجا دور إنه نعمل شيء اسمه differential diagnosis. لما نكون إحنا جوات عيادة الأشعة، تمام، أنا يعني ما رح أقدر إني أوصل للتشخيص الحقيقي، ما رح أقدر أوصل للديفينيتيف دياغنوسيس إلا من خلال طريقة واحدة، إني أنا أدعم استنتاجاتي وتحليلاتي والصور تبعيتي بخزعة ببيوبسي. لازم نأخذ بيوبسي لحتى نوصل ونعرف إنه هذا راديكولار سيست. هلا نحن يعني بتذكروا معي او ما تتذكروا معي، بدي اقول لكم انه نحن لما نشوف هذا المنظر، لما نشوف انه انا في عندي سن ونن فايتال توث وشوف هاي الليجن او هاي المنطقه الراديولوسنت، في مصطلح له علاقه بس بالراديولوجي، يعني ما بنقوله بالعياده ولا بنقوله بالمختبر ولا بنقوله باي مكان ثاني، بنقوله بس على صوره الاشعه، بنسميه ريريفاينج اوستيايتس. كلمة rarefying osteitis يعني أنا عندي هذا المنظر. شايفين هذا المنظر؟ بغض النظر شو نوع الليجن، هل هي cyst، هل هي tumor، هل هي inflammation، شو ما تكون، هذا المنظر اللي نشوفه، اللي نشوف أنه أنا في عندي منطقة غامقة radiolucent area، تمام، بسميه rarefying osteitis. كلمة rarefying osteitis بدنا نتخيل مع بعض نحن عم نعمل شجرة. rarefying osteitis بينزل منها ثلاث احتمالات. لما اشوف الريريفاينج اوستيايتس هاي رح اقول هاي الريريفاينج اوستيايتس يا اما بدها تكون راديكولار سيست او بدها تكون ابسس او بدها تكون جرانيولوما. طيب كيف بدنا نفرق بين هذول الثلاثه؟ بنفرق بين هذول الثلاثه والقرار الاخير رح يكون من خلال الهيستوباثولوجيكال اكزامينيشن او البيوبسي. اوكي، ولكن في شويه هيك هنتس يعني بيساعدوني. من ابرز هدول الهنتس او الاشياء اللي بتساعدني اوصل هن السايز. اذا كان السايز greater than 2 سنتيمتر in diameter فهون هي غالبا صفه لسيست. فمثلا طلعوا معي هون، انا هون مثلا لما طلعت على هاي الليجن فعليا هاي الليجن كتير كبيره، الابسس يعني نادرا او مو يعني ما كتير بيوصل لهذا الحجم. فهمت علي؟ السيست او الراديكولار سيست هو اللي ممكن يوصل لهذا الحجم. فانا اذا جيت وقست الدياميتر تبع هاي الليجن وشفت انه هي اكبر من 2 سنتيمتر معناته هذا غالبا بده يكون راديكولار سيست نوت ابسس ولا جرانيولوما. والقرار الاخير والحكم الاخير بده يكون للهيستوباثولوجيكال اكزامينيشن. تمام؟ شو باقي نحكي عن هدول الاشياء؟ طبعا في عندي other periapical radiolucencies، يعني في كتير lesions فعليا، يعني علم الاورال راديولوجي علم كتير كبير واسع، وهو علم كتير انا بشوفه مشوق وانا كتير بحب هاي المادة حقيقة. بتقلنا هاي المادة انه نحنا في كتير عنا lesions بيبينوا انه هنا radiolucent على صورة الاشعة، وبيبينوا يعني round radiolucent وكذا موجودين عند الابيكس تبعية التوث. لهيك هدول رح نحطهم دائما، رح نجيبهم ونحطهم من ضمن الليست تبعت الديفرنشيال دياجنوسيس. والديفرنشيال دياجنوسيس بالعربي معناته التشخيص المحتمل. فانا بجي يعني هو مو التشخيص النهائي، مو الديفينيتيف، مو الاكيد، انا بحط احتمالات لايكلي ونت لايكلي وهالقصص. اوكي، شو رح يعني بالليست هي شو رح احط؟ رح احط بريابيكال جرانيولوما، راديكولار سيست، ابسس. رح اكتب كمان انه ممكن تكون اشياء بنسميهم periapical osseous cemental dysplasia، رح ندرس عنها لبعدين، او مثلا ممكن يكون apical scar او surgical defect. هدول كلياتهم بكتبهم هيك بالليست تحت بعضهم، بعدين بالنهايه رح اكتب conclusion، رح اكتب خاتمه انه انا يعني كطبيبه وبناء على معرفتي وبناء على رايي انا برجح انه هاي الليجن هي كذا، والقرار النهائي رح ينترك للبيوبسي. اوكي، طيب طبعا نفس ما قلنا لازم نفحص كمان الفيتاليتي تبعيت الانفولفد تيث. اوكي، ولما نجي نحكي اخر شيء عن المانجمنت، فالمانجمنت الخطوه الاولى دائما انه نحن ننتهي من او نخلص من مصدر الانفكشن ومصدر هالالتهاب هذا. هون شو مصدر الالتهاب؟ فلين هو السن نفسه. فيا ما رح نعمل اندو تريتمنت، يا ما رح نعمل اكستراكشن، او رح نعمل ابيكال سيرجري. ابيكال سيرجري يعني انا بدي افتح فلاب، رح افتح اللسه، اوكي، بدي ارفعها واعمل فتحه بالعظم
واعمل استئصال وتنظيف لهذا الراديكولار سيست، بعدين ارجع سكر، حط احشي الابيكس ب ام تي اي. اوكي، بنجي بنشيل جزء من الابيكس بنحشي ام تي اي وخلص بنسكر، وبعدين طبعا بنكون عاملين اكيد اندوداتيك تريتمنت من برا. اوكي تمام. في شغله كثير مهمه كمان بدنا نحكي عنها، اللي هي علامات الشفاء او الهيلينج، الهيلينج ساينز شو هن؟ طلعوا معي هون، خلونا يعني هيك نحلل مع بعض نحن شو شايفين بهاي الصورة. أنا شايفة هون إنه في عندي سن، وشايفة هون إنه في تحته ليجن، بس هاي الليجن مو نفس الليجنز اللي أنا شفتها قبل شوي واللي كانت totally radiolucent. شو اللي صاير هون؟ اللي صاير هون بالضبط إنه هون كان في عندي radicular cyst. هذا radicular cyst عملنا له معالجة. شو المعالجة هون اللي كانت؟ ببساطة إنه عملنا endo treatment. اوكي، فلما عملنا اندو تريتمنت لاحظوا هون كمان كيف صاير في عندي شويه ريزوربشن للايبكس تبعت التوث. هي المفروض تكون هيك نفس ما عم برسمها انا هلا، ولكن هي مو موجوده لانه صاير لها ريزوربشن بسبب السيست. المهم احنا عملنا اندو تريتمنت، فهون قطعنا نحن مصدر الانفلاميشن هذا عن هذا السيست، فهون بده يبلش الجسم يقوى. اوكي، نحن ساعدنا الجسم انه يصير اقوى وانه يبلش يقاوم هاي الليجن ويهاجمها ويحيط فيها. فكيف طريقة الجسم بأنه يقاوم هاي الليجن؟ من خلال أنه يكون عظم، يكون بون. فلاحظوا معي، شايفين هاي المنطقة كلياتها هاي الموجودة هون، هذا كلياته عبارة عن بون جديد بلش الجسم يشكله لحتى يحاصر هاي الليجن ويحاصر هاي الآفة. تمام، شكل البون هذا بيكون كتير مميز. اوكي، وهو بيقلنا انه ترى انا يعني عم اتشافى، اوكي، وعم ساعد نفسي اني اقوى. شو هو؟ انه بيكون في له هذا الباترن مثل الشعاع، مثل السبوكس اوف ويل، او مثل الرادييتنج او الرادييتنج باترن. اوكي، شايفينه مثل الشعاع، مثل اشعه الشمس. هذا المنظر لما نشوفه بنعرف انه انا هون عم يصير في عندي هيلينج لهدول الليجنز. تمام، اخر شيء بدي اقول لكم اياه، انه افترضوا انه انا في عندي راديكولار سيست، وهذا الراديكولار سيست اكتشفته وكذا وشخصته وعملت له معالجه وشلته، بس انا ما شلته على الاخر، ضل منه بقايا. من هاي البقايا ممكن يطلع عندي سيست جديد ويتشكل عندي سيست جديد. بهاي المره ما رح سميه راديكولار سيست، رح سميه ريزيدوال سيست. وهون بهاي الصوره احنا عم نشوف انه في عندنا ريزيدوال سيست كتير 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 كبير، وبالهيستوري اللي موجوده عندي مكتوب انه هون ترى كان في عندنا راديكولار سيست، والراديكولار سيست ما شلناه بشكل كامل، ومنه من البقايا تبعيته تشكلت عندي او تشكل عندي هذا الريزيدوال سيست. اوكي، طبعا الريزيدوال سيست الفيتشرز تبعيته نفس اي سيست، انه هو بده يكون راديولوسنت سيست ويل ديفايند وكورتيكيتد، ونفس الشيء ممكن يعمل لي اكسبانشن، ممكن يعمل لي ديسبيسمنت للاي دي كانال للانفيرير دايركشن، ونفس الشيء بالضبط. اوكي، فهيك بنكون خلصنا اول واحد، بنكون خلصنا الراديكولار سيست. السيست الثاني اللي بدنا نحكي عنه هو الدنتيجرال سيست، والدنتيجرال سيست واحد من السيست اللي كتير مميزين يعني عندنا هون بالأورال راديولوجي، كتير كتير مميزين وإله فيتشرز مميزة كتير، وبيفوت بالديفرنشيال دياغنوسيس ليست لكتير يعني ليجنز تانيين. أوكي، ولا كتير سيست تانيين بيكون فيه خصائص مشتركة مع كتير ليجنز تانيين، فخلونا نبلش نحكي عنه. هلا الدنتيجرال سيست السينونيم تبعيته هي فوليكولار سيست، وهو اسم شائع كثير ونستعمله كثير بال يعني بال 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 بالاورال راديولوجي كلينيك. الديزيز ميكانيزم تبعت هاي هذا الدنتيجرال سيست انه هو دائما 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 بيتشكل اراوند ذا كراون اوف ان ايربتد توث. ان ايربتد توث لما اقول هاي الكلمه فانا يا اما بكون عم اقصد بالعربي هن الاسنان المنطمره اللي لسه ما طلعت اوكي للاوكلوزال بلين. تمام، فهو يا اما رح يكون ثيرد مولرز، يا اما رح يكون امباكتد كاناين، يا اما كمان ترى ممكن يكون سوبر نومريري تيث. حتى السوبر نومريري تيث اللي هن الاسنان الزائده اللي بيكونوا مطمورين جوات الفك، اوكي، كمان هدول ممكن يتشكل حواليهم دنتيجرال سيست. فدنتيجرال سيست ما هو محصور بس حوالين الثيرد مولرز، هو اكثر شيء بصير حوالين الامباكتد ثيرد مولرز والان ايربتد ثيرد مولرز، ولكن ايضا ممكن يصير حوالين ان ايربتد كاناين، وممكن يصير كمان حوالين ان ايربتد او امباكتد سوبر نومريري تيث. اوكي، طب هو كيف بيتشكل؟
طبعا بشكل كتير بديهي، نحن لسه لما يكون السن مطمور جوات الجو جوات العظم لسه هو بيكون قاعد عم يتكون، فانا هون في عندي epithelial cells قاعده عم تشتغل، قاعده عم تعمل لي يعني formation وهيك. هدول السيلز اذا اجاهم يعني stimulation بدهم يبلشوا يشكلوا سيست. هذا السيست رح يبلش على شكل layers، شكل طبقات من الريديوست انامل epithelium فوق بعض. فممكن يجي بطريقه معينه الفلويد تمام ويتعبى يتعبى بين هالطبقات هاي تبعت الريديوست انامل epithelium، فبالتالي بده يتشكل عندي سيست. الطريقه الثانيه انه لا، يصير في عندي فلويد يجي ويتشكل بين السن بين الكراون وبين طبقه الابيثيليوم هاي كلياتها تمام، وهون كمان ممكن يصير في عندي دنتيجرال سيست ويتشكل عندي نفس ما شايفين هون بهاي الصوره. لاحظوا كيف انا هون في عندي ان ايربتد ثيرد مولر لور ثيرد مولر وحوالينه متشكل هذا السيست. اوكي شايفينه لكم، انا قدرانه اني احدد الحدود تبعيته هلا. اوكي فهذا اللي شايفينه هون بهاي الصوره هو دنتيجرال سيست متشكل حوالين لور ان ايربتد توث. طيب شو الكلينيكال فيتشرز لهذا السيست؟ لما يجيني بيشنت عنده دنتيجرال سيست من شو عم يكون عم يعاني؟ اولا نفس ما قلنا بده يكون متشكل حوالين الكراون اوف ان ايربتد توث او سوبر نومراري توث. ثانيا هو يعتبر the second most common type of cyst in the jaws. اول واحد مين قلنا اذا تتذكروا؟ هو اول واحد الراديكولار سيست. ثاني واحد اكثر واحد بيتكرر وبصير جوات السيست او عفوا جوات الجوز هو الدنتيجرال سيست. اوكي طيب شو كمان؟ طبعا البيشنت غالبا بيكون عنده هارد سويلنج، بيكون عنده انتفاخ. اوكي هذا الانتفاخ بيؤدي لي انه المريض يصير في عنده فيشل اسيمتري، عدم تماثل في نصفي الوجه، نصين الوجه هدول بصير نص منفوخ والنص الثاني طبيعي اللي ما فيه سيست. اوكي وطبعا نفس ما قلنا نو بين اور ديسكمفورت لانه السيست ما بيسببوا الم. والاخر شيء بدنا نحكي انه هو كمان بيتشكل حوالين الميزودنس بالانتيرير ماكسيلا. الميزودنس هو عباره عن سوبر نومريري تيث بصير بمنطقه الميد لاين تبعت الماكسيلا، ممكن كمان هدول يتشكل حواليهم تنتجر السيست. الايمجينج فيتشرز غالبا هو بده يصير فوق الكراون اوف انفولف توث، مثلا انتم شايفين هون هذا الكراون هو بصير بالضبط فوقه اوكي او حواليه هون كمان هذا الكراون. اوكي لاحظوا انه هو كمان هون صاير تقريبا فوق الكراون. اوكي فهو رح يصير فوق الكراون تمام، فوق الكراون تبع الانفولف توث سواء كان ثيرد مولرز بالحالتين اللي هون او كان كمان كاناين او امباكتد سوبر نومراري تيث. اهم شيء هلا بدنا نركز عليه وبدنا نخليه يعني معلومه ببالنا انه الدنتيجرال سيست لما اجي شوف الاوتلاينز تبعيته وهو كيف يعني متصل بالسن، هو بيكون متصل عند منطقه السمنتو انامل جنكشن، وهي معلومه مهمه كثير 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 وهي الهنت هون بهذا السيست. هلا كمان لقدام رح يمرق معنا سيست ثانيين بيتشكلوا حوالين ان ايربتد توث ولكن ما بيتشكلوا عند بالضبط عند منطقه السمنتو انامل جنكشن، وبدي اياكم تفهموا منيح هاي النقطه. هلا نحن في عندنا الانامل اوكي بده يكون اكثر شيء ريدي اوبن، بعد الانامل في عندي السمنتم، السمنتم بتكون الراديو اوباسيتي تبعيته شوي اقل، فانا رح اقدر هيك حدد تقريبا هون اوكي شايفينه انا رسمته هذا السمنتو انامل جنكشن تمام، لكني رسمته بس البوينتر ما ساعدني خليني احاول ارسمه مره ثانيه. اوكي اوكي انتم شفتوا ما بعرف ايش البوينتر ما عم يثبت، بس المهم هذا هو السمنتو انامل جنكشن. لما اجي اشوف السيست هذا وين نبلش، هو رح يكون متصل ومتمادي مع هالسمنتو انامل جنكشن. هاد شايفين طلعوا معي هون، هو بالضبط السيست هذا اتاتشد عند السمنتو انامل جنكشن ومبلش يتكون السيست تمام. فانا لما اشوف هذا المنظر، لما اشوف انه انا في عندي ان ايربتد تيث متشكل حوالينه سيست وهذا السيست بالضبط صاير عند السمنتو انامل جنكشن او اتاتشد تو السمنتو انامل جنكشن، هون برجح انه يكون دنتيجرال سيست. رح نرجع نشوف لتحت انه انا في عندي سيست ستانين ما انا متصل، يعني هنا اوكي صايرين حوالين ان ايربتد توث ولكن ما انا متصلين عند منطقه السمنتو انامل جنكشن، فبهاي الحاله هذول ما بيميلوا كثير انه يكونوا دنتيجرال سيست. شو كمان؟ ايوه سم دنتيجرال سيست بدهم يكونوا اكسنتريك. شو يعني هذا الحكي؟ يعني هلا لاحظوا هون كيف السيست هذا متشكل بالضبط فوق الكراون وصاير الكراون تقريبا بنص السيست من هون من تحت،
اوقات يعني بيكون تشكل السيست مو بهاي الطريقه، بيكون لا انه بتشكل بس هيك مايل لجهه واحده، نفس هذا السيست هلا اللي انا عم اشر عليه. فهون بهذا المنظر بنسميه انه هو يعني شو اسمه، انه يعني الانتجر السيست هون هن اكسنتريك. اوكي، البريفري والشيب نفس ما تعودنا بده يكون ويل ديفايند كورتكس وذ كيرفد اور سيركولر اوت لاين، من جوا بده يكون كومبليتلي راديولوسنت، والافكتس اون سراوندينج ستراكشرز مثل العاده ممكن يعملوا لي ديسبيسمنت ريزوربشن للريزوربشن للادجيسنت تيث، ممكن يعملوا لي ديسبيسمنت للاسوسييتد توث للابيكال دايركشن. يعني مثلا هون شايفين معي هذا الثيرد مولر، هذا اللي هون، هذا اذا بده يطلع ما رح يقدر ببساطه يطلع لانه السيست موقف بوشه، فهمت علي؟ وبالعكس تماما السيست رح يبلش يدفشه للابيكال دايركشن لتحت، وهي وحده يعني من التاثيرات والافكتس على هذا السن اللي بده يعمل لي اياه هل بنتجر السيست هذا. شو كمان؟ يلا ممكن كمان يعمل لي displacement للانفيريور الفيولر نيرف كانال ان ان انفيريور دايركشن. اوكي، ما بعرف اذا في صوره واضحه صراحه، اظن هلا كمان شوي. وممكن كمان يعمل لي displacement للفلور اوف ماكسيلري انتروم اذا كان متشكل حوالين الابر ماكسيلري ثيرد مولرز، تمام؟ هنيك هذوك المناطق، يعني هو شو ما لقى بوشه بده يعني يحارب للبقاء، وبده يبلش يدفع الاشياء للابيكال دايركشن، او بده يبلش يدفع الفلور اوف ذا ماكسيلري ساينس لفوق، تمام، بسبيل انه هو يكبر يعني ويضل عم يستمر بالنمو تبعه جوات الجو. وشو كمان ممكن كمان يعمل لي اكسبانشن للاوتر كورتيكال باوندري تبع الانفولف جو، نفس ما شفنا هون بهدول الصور للراديكولار سيست، عادي كمان ممكن نشوفهم كمان بالانتجر سيست. طيب خلونا نيجي على الصور ونحكي عنها وحده وحده ونوصفهم. يلا انا هون شو شايفه؟ شايفه ان انا في عندي راوند ريديولوسنت ليجن، اذا بتحكي على البريفري فهي ويل ديفايند اند كورتيكيتد، متشكله حوالين ان ايربتد ثيرد مولر بالبوستيرير مانديبولر اريا. لما جيت اطلعت عليها لاحظت انه هي بيج ليجن لدرجه انه هي واصله وممتده للريمس اوف ذا مانديبل، تمام؟ فهاي هي المعلومات اللي انا قدراني اخذها من هاي الصوره. اي واهم معلومه وما بدنا ننساها انه هي اتاكست عند السمنتو انيمل جنكشن. اوكي، مره ثانيه نحكي عن هاي الصوره. انا هون شو شايفه؟ شايفه هوريزونتالي امباكتد ثيرد مولر في حواليه راديولوسنسي، هاي الراديولوسنسي صايره بالضبط فوق الكراون. اوكي، وصراحة هاي الصورة ما أنا كتير واضحة. يس، وأهم شيء إنه هي تلاحظوا هون كيف عملت لي resorption للadjacent tooth. يعني هلأ بالوضع الطبيعي هذا المولر اللي هون الروت تبعه مفروض يكون هيك، أوكي، مفروض يعني أو بشكل تقريبي، بس هذا كله مو موجود. ليش؟ لأنه هذا السيست عم يكبر وعامل لي resorption، فخلص الروت تقريبا شبه ممحوح وما أنا موجود. هون بهاي الصورة أنا شايفة كمان إنه أنا في عندي شو اسمه impacted third molar موجود حواليه radiolucent lesion، lesion من periphery تبعوتها well defined and corticated، وهو كمان attached عند منطقة cemento enamel junction. أوكي؟ أوكي، اتفقنا. طيب الديفرنشيال دياجنوسيس، وهون هذا بارت كتير مهم صراحة لحتى يعني نحكي عنه ونفصل فيه قد ما نقدر. أو لا بتعرفوا خلوني بالبداية بس أحكي لكم عن باقي الصور وبعدين بنكمل. أوكي، هلأ بالبداية هون لما بدنا نحكي عن هاي الصورة، فأنا هون شو شايفة؟ هلأ بالهيستوري الموجود عندي عم يقول لي إنه هذا السيست بالأصل، يعني هلأ إذا بدي أشوف هاي الصورة فأنا هون شو شايفة؟ شايفة إنه أنا في عندي صورة بانوراما مقصوصة للright side of the mandible. أوكي؟ شايفة إنه أنا في عندي هذا الimpacted third molar أو عفواً second molar، وشايفة إنه هون في عندي هذا الthird molar اللي موجود هون بهاي الصورة. أوكي؟ هلا الهيستوري بيقول لي انه هذا السيست هو بشكل اساسي متشكل حوالين السكند مولر. اوكي، شايفينه؟ لو بدي شايفين هاي الكورتيكيتد والديفايند
borders انا قدران اشوفها هلا اوكي وسبب لي وعمل لي displacement لهذا الثيرد مولر لفوق باتجاه الريمس اوف ذا mandible اوكي فلاحظوا معي كيف كمان هو من جوا totally radiolucent وقدي حجمه كتير كبير هون كمان نفس الشيء في عندي big dentigerous cyst وانا هلا قدران احدد الحدود تبعيته شايفته تقريبا قدران اشوف كمان انه هو عمل لي displacement للثيرد مولر هذا الموجود هون to the apical direction اوكي تمام طيب اوكي خلص انا وصفت الصور وخلصت وكتبت كل هذا هلا بدنا نكتب الديفرنشال دايجنوستس ليست طبعا الدايجنوستس بيعتمد مينلي بحاله الدنتيجرال سيست على الراديوجرافيك والسيرجيكال اوبزرفيشن تبع الاتاتشمنت للسيست تو ذا سيمنتو انامل جنكشن هيك حكينا انه هاي فيتشر كتير 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 مهمه ولازم نطلع عليها وننتبه لها اوكي فاذا التشخيص بشكل اساسي بحاله الدنتيجرال سيست راح يعتمد على الراديوجرافيك والسيرجيكال اوبزرفيشن طب ليه مو احنا قلنا انه البيوبسي كتير مهمه يس البيوبسي مهمه بس الفكره لما اجوا يعني عملوا ابحاث وهيك لاحظوا انه شكل هذا السيست والخلايا تبعت هذا السيست والفيو تبع هذا السيست تحت الميكروسكوب بيشبه ليجنز ثانيين كتير فهمتوا علي فهون صف الحكم اللي انا عندي واللي بقدر احكم منه هو علاقه السيست هذا بالسمنتو انامل جنكشن فاذا طلعت وشفت انه انا في عندي radiolucent lesion well defined and corticated ومتصله بالسمنتو انامل جنكشن اوكي هون انا بقول انه هذا غالبا بده يكون dentigerous cyst طب شو من ضمن ال شو اسمه يعني شو الاشياء اللي بدي احطها بالليست تبعيتي هلا اول شيء انا ممكن ببساطه واول شيء راح يخطر ببالي هي الفوليكل نفسها تمام الفوليكل اللي بدها تكون محيطه بالكراون تبع الانيربتد توث هاي الفوليكل يعني ممكن تكون عباره يعني نفس الشيء هي على صوره الاشعه راح تبين انه هي عباره عن منطقه راديولوسنت موجوده بهاي الموجوده فوق الكراون طب كيف بدنا نفرق بين الفوليكل الطبيعيه اللي هي شيء طبيعي موجود وبين الباثولوجيك سيست هذا واللي هو الدنتيجرال سيست الحل مينلي او النقطه بتكمن انه نحن نطلع على المقاس الفوليكل الطبيعيه اوكي بتكون اقل من 5 ملم الود تبعها ولكن اذا زاد عن 5 ملم فهون غالبا هذا عباره عن دنتيجرال سيست اوكي طيب شو كمان شوفك عندي كمان ليجنز ممكن فوتهم بالديفرنشال دايجنوستس تبعيتي شيء بنسميه KOT او OKC اوكي اودونتوجينيك كيراتوسيست هذا الاودونتوجينيك كيراتوسيست بيميل كتير انه يتشكل حوالين الانيربتد توث تمام ولهيك انا رح فوته كمان من ضمن الديفرنشال دايجنوستس ليست بس شو الفكره وهي خلوها يعني معلومه ببالكم لبين ما نحكي عنه عن الاوكي سي انه هو ما بيتشكل حوالين السمنتو انامل جنكشن وما بيعمل لي اكسبانشن ورح نعرف ليش بعد شوي اوكي فهي كمان طريقه كثير مهمه لحتى نفرق بين الدنتيجرال سيست وبين الاوكي سي تمام فكمحصله انا بالليست تبعيتي بدي احط اوكي سي بدي احط النورمال فوليكل وبدي اشوف الحجم تبعه والسايز اوف نورمال فوليكل سبيس غالبا بده يكون من 2 ل 3 ملم اذا زاد عن 5 ملم فهذا غالبا دنتيجرال سيست وفي كمان عندي اشياء ثانيه بدي احطها مثلا مثل الاميلوبلاستيك فايبروما رح ندرس عنها كمان ان شاء الله المحاضره الجايه بالتيومرز الاودونتوجينيك تيومرز الاميلوبلاستوما والادينوماتويد اودونتوجينيك تيومرز وبعرف انه هاي اسماء جديده وبتخوف بس صدقوني مع المحاضره الجايه ان شاء الله كل شيء رح يوضح رح يكون يعني هيك متصل ببعض البعض اخر شيء بخصوص المانجمنت لازم نعمل سيرجيكال ريموفال يعني رح نشيل السن مع السيست كلياتهم على بعضهم طب يعني طلعوا هلا اذا انا عندي هذا السيست اللي كتير كبير طلعوا قد ايه هو محتل مساحه كتير كبيره من الماندبل اوكي فمعقول يعني تخيلوا لو جيت انا عملت استئصال لهذا السيست كامل انا شو ضل عندي من الماندبل حرفيا ما ضل شيء فلهيك في عندي حل ثاني بدل ما اعمل سيرجيكال ريموفال في شيء بنسميه مارسوبيالايزيشن المارسوبيالايزيشن هو عباره عن تكنيك ببساطه بيجي الجراح بيعمل لي فتحه بالسيست وبيعبيه مواد معينه هاي المواد المعينه بتحفز لي البون فورميشن فهذا السيست بعد ما كان مليان فلويد رح يصير مليان بون وهاي صراحه شغله كتير حلوه وتكنيك كتير 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 حلو بهاي الحالات اللي بيكون فيها السيست كتير كبير يعني وتخيلوا لو انه انا عملت مثلا سيرجيكال ريموفال لهذا السيست حرفيا الماندبل يعني رح يصير شقفتين فهمتوا علي فما رح يكون شيء صائب بهاي الحاله
خلصنا هيك حكي عن الدنتجرا سيست. هلا صار لازم نحكي عن البكال بايفوركيشن سيست. انا اذا قبل دقيقه اوكي. طيب البكال بايفوركيشن سيست له اسماء كثيره، له سينونيمز كتار. من ضمن هدول السينونيمز هن الماندبولر انفكتد بكال سيست، بارا دنتال سيست، وكلمة بارا يعني حول، أوكي فهو سيست بده يتكون حول السن، أو انفلاماتوري بارا دنتال سيست. طبعاً الديزيز ميكانيزم، الديزيز ميكانيزم هذا السيست بيطلع من الابيثيريال سيلز ريستس بالبيريو دنتال ممبرين اللي موجود عند البكال بايفوركيشن اوف مانديبولر مولرز. أوكي فمن اسمه بكال بايفوركيشن سيست. أنا عندي هذا المولرز تمام هون بمنطقة البكال، بدنا نعتبر انه هاي البكال اريا انا هلا عم اشر عليها، وهدول الثري روتس الميزيال والميزيوبكال الديستوبكال واللينجوال من ورا. هون بهاي المنطقة منطقة البايفوركيشن، منطقة مفترق الجذور، بده يتشكل عندي من البكال اريا بده يتشكل عندي هذا السيست، فلهيك احنا بنسميه بكال بايفوركيشن سيست، لانه هو بيتشكل عند البكال بايفوركيشن اريا تبعت المانديبولر مولرز. اوكي او سوري انا لما شرحت حكيت الماكسيلاري مولرز، نو هي بتتشكل عند المفترق الجذور عند البكال بايفوركيشن اريا تبعوت المانديبولر مولرز. اوكي طبعا الورد هيلث اورجانيزيشن او الدبليو اتش او صنفت هذا السيست على انه هو انفلاماتوري سيست. وهون بدي اذكر ملاحظه انه نحن السيستس هذول عباره عن نوعين، يا اما بيكونوا انفلاماتوري سيستس مثل البكال بايفوركيشن سيست مثل الراديكولار سيست او البكال او البكال بايفوركيشن سيست، هذول يعتبروا شو انفلاماتوري سيستس، او ممكن يكونوا شيء بنسميه ديفلوبمنتال سيستس. ديفلوبمنتال سيستس يعني مثلا مثل الدنتجرا سيست، هو شيء اتشكل اثناء او بسبب يعني شيء مكتسب ولكن مو انفلاميشن مو التهاب. اوكي ف البكال بايفوركيشن سيست والراديكولار سيست اللي جايين او تشكلوا او كان المحفز تبع التشكل تبعا هو الانفلاماتوري برودكتس راح يكون او بنسميهم انفلاماتوري سيست. الكلينيكال فيتشرز الكومن ساين او اكثر ساين مرتبطه بهذا البكال بايفوركيشن سيست هي شو؟ هي انه انا راح يكون في عندي missing of المانديبولر first and second molar. ليه؟ انتو تخيلوا معي السن قاعد عم يتكون تمام، بس بنفس الوقت في cyst ملزق فيه، ملزق عند مفترق الجذور تبعيته، اكيد ما رح يقدر يطلع للأوكلوزال plane، فهمت علي؟ فلما يفتح البيشنت تمو انا رح شوف انه هو يمكن ما يكون عنده lower 6 او lower 7 تمام. فهي واحدة من الساينز. تاني ساين وهي الساين اللي كتير 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 مهمة، تخيلوا معي انه هذا هو السيست اوكي او عفوا هذا هو السن، هذا هو اللور 6 اللور مولر، هذا من هون البكال دايركشن وهذا من هون اللينجوال دايركشن. تخيلوا انه السيست اجا وتشكل هون عند منطقه البايفوركيشن اريا بكالي وبلش يسحب لي السيست او عفوا يسحب لي السن ويميله هيك بهاي الطريقه، يعني هو بلش يميله بس من البكال دايركشن. فشو راح يصير؟ البكال رح يصير في عندي تيبينج، البكال كاسبس تبعوت السن بدها تبلش تنزل لتحت واللينجوال كاسبس بدهم يبلشوا يطلعوا لفوق. وهاي يمكن من اكثر يعني ساينز او هي الهنت هون بهذا السيست انه انا رح يكون في عندي تيبينج او رح يكون في عندي ابنورمالي بروترودينج ثرو ذا موكوزا لللينجوال كاسبس، بدها تكون طالعه اللينجوال كاسبس لفوق بينما البكال كاسبس بدها تنزل لتحت. ليش؟ لانه انا في عندي البكال سيست هذا نازل او قاعد عم يشد لي السن بس من جهه واحده بس بكالي، فالجهه الثانيه بدها ترتفع نفس مبدا السيس او هاي اللعبه بتعرفوها تبعت انه جهه بتنزل وجهه بتطلع نفس الشيء بالضبط. اوكي الفيرست مولر از انفولد مور فريكوينتلي ذان ذا سكند مولر، يعني غالبا هدول او هذا السيست بيتشكل حوالين اللور 6. التيث ار فايتال، اوكي السن صحيح انه هو جاي من انفلاميشن ولكن الانفلاميشن هذا مصدره هون هو البيريودنتيوم مو مصدر السن، لهيك السن بده يكون فايتال، البلب جوات السن بده يكون فايتال، فهمت علي؟ طبعا بده يصير في عندي هارد سويلينج، اوكي بده يكون موجود السويلينج طبعا وين؟ بكلي، نفس هذا السويلينج اللي انتم شايفينه هون، للاسف الصوره ما انا كامله. هلا لاحظوا معي اول شيء
طلعوا كيف اذا بدي اطلع، طلعوا مثلا هون على هذا البريمولر كيف قاعد بمكانه بشكل كتير طبيعي، لاحظوا هون كيف هذا المولر صاير له تيبينج، كيف بتحسوا مايل لجهه البكل اكثر. ولما جيت طلعت على هاي المنطقه لاحظت انه انا في عندي سيست كتير كبير ملزق بهذا المولر وعامل له تيبينج تو ذا بكل دايركشن، وبنفس الوقت صار انه عندي البكل كسب تيبس نازلين لتحت واللينج والكسب تيبس مرتفعين لفوق. اوكي، ولاحظوا كيف عامل لي اكسبانشن وسويلنج بالبكل كورتيكال بليت. تمام، اوكي. هلا مش كمان بدنا نحكي الهارد سويلنج، اوكي نفس ما قلنا بده يصير بكلي، البين بصير اذا صار في عندي سكندري انفكشن، وغالبا بصير بالفيرست 2 ديكيدز بحياه البيشنتس. الايمجينج فيتشرز بالنسبه للوكيشن موست كومنلي لوكيتد ان اسوسييشن وذ مانديبولر فيرست مولر، بعدين بده يصير بالسكند مولر، غالبا اوكيجنالي بتشكلوا باي لاترالي، وان ذا بكل فوركيشن البكل فوركيشن هو المنطقه اللي بده يتشكل عند هذا السيست. اوكي، هلا البريفري تبع والشيب نفس ما اتفقنا بده تكون كورتيكيتد ويل ديفايند بوردرز، والشيب بده يكون سيركلر، ومن جوا بده يكون الانترنال ستراكشرز بده تكون توتالي راديولوسنت. تمام، بالنسبه للافكتس اون سراوندينج ستراكشرز، فاكثر شغله مهمه وملحه يعني بهذا السيست هو انه انا بده يكون في عندي تيبينج للانفولفد مولر نفس ما حكينا ان اب نورمال بوزيشن اوف ذا كاسبس اند روتس، وات مي ديسبليس اند ريزولف الادجيسنت تيث، ممكن يصير في عندي نفس ما حكينا سموث اكسبانشن اوف ذا بكال كورتيكال بليت. اوكي، بالنسبه للدياجنوستس فنحن مينلي بالبكال بايفوركيشن سيست بنعتمد على انه على الكلينيكال والراديوجرافيك انفورميشن، والموست دياجنوستيك كاركترستيك هو التيبينج تبع الانفولفد مولر، الانفولفد مولر نفس ما حكينا. تمام، وطبعا لحتى نشوف هذا الشيء يعني او احسن شيء هو ناخذ صوره او انه ناخذ اوكلوزال ايمج نفس ما شايفين هون بهدول الصور. الديفرنشال دياجنوستس بده يفوت عده ليجنز مثل البيريودنتال ابسس مثل اللانجرهانز سيل هيستيوسايتوسيس والدنتيجرسس. بالنسبه للمانجمنت طبعا نحن بنشيل يعني بدنا نحاول نكون كونزرفاتيف قد ما نقدر وانه نعمل كونزرفاتيف كيوريتاج، والانفولد مولر يعني بدنا نحاول قد ما نقدر انه ما نشيلها. بدي ورجيكم صوره الاشعه بس انه هون انا صاير في عندي 2 بي بي سي، هاي البكال بايفوركيشن سيست هون الاول وهذا البكال بايفوركيشن سيست الثاني. اوكي، لاحظوا كيف طلعوا معي شايفين هاي الكاسبس اللي هون هي البكال كاسبس، ولاحظوا كيف هي نازله لتحت، بينما هاي اللي هون هي عبارة عن اللينجوال كاسبس، وتلاحظوا كيف هي مرتفعة لفوق. وهون كمان نفس الشيء، لاحظوا كيف أنا صار في عندي تيبينج للبكال كاسبس، وكيف صار في عندي إنه اللينجوال كاسبس مرتفعين أكتر وصارين in higher position. طيب هلأ هذا السيست كتير مهم وبدنا نحكي عنه كمان، هو الكيراتوسيست أودونتوجينيك تيومر. ولما بدنا نحكي عن الديزيز ميكانيزم فيمكن اكثر شيء يعني ملفت بهذا السيست انه او بهذا السيست انه طبعا الكيراتوسيست اودنتوجينيك تيومر او الكي او تي على مدى عده اعوام وحقبه زمنيه يعني كانوا مختلفين هل هو تيومر ولا هو سيست، بس بالنهايه الورلد هيلث اورجانيزيشن رجعت صنفته على انه سيست، فنحن لهيك عم ندرسه بهاي المحاضره مع انه هو اسمه كيراتوسيستيك اودنتوجينيك تيومر، رجعت ال WHO صنفته انه هو سيست. ليش؟ لانه هو النيتشر لما مسكوه فحصوه تحت الميكروسكوب شافوا انه هو عباره عن سيست. اوكي، تركيبته تركيبه سيست. اكثر شيء ملفت بهذا السيست انه هو من جوا لما اجوا واخذوا منه بايوبسي لاحظوا انه هو من جوا بيحتوي على فيسكس او تشيزي ماتيريال جايه من الابيثيليال لايننج، وهي الماتيريال ببساطه هي عباره عن كيراتين. اوكي، طبعا لما نجي نحكي عن الكلينيكال فيتشرز فهو بصير بفتره عمريه كتير طويله وكتير كبيره، غالبا اثناء العقد الاول الثاني والثالث من العمر، بصير اكثر بالميلز اكثر شوي من الفيميلز، والسيست هذا السيست اوقات بيتشكل حوالين ان ايربتد توث. لهيك لما حكينا عن الدنتجر سيست نحن قلنا انه يعني حكينا انه من ضمن الديفرنشال دياجنوستس ليست اللي بدي اعملها رح يكون الكيراتوسيست
او الاو كي سي صح؟ ليش؟ لانه كمان الاو كي سي بيميل انه يتشكل حوالين ان ايربتد توث تمام، وراح يكون له نفس الفيتشرز اللي حكينا عنهم. وطبعا نفس ما قلنا لما نعمل اسبيريشن راح نشوف انه عم يطلع من هذا السيست ثيك يلو تشيزي ماتيريال، شيء بيشبه الجبنه السايحه او الجبنه الدايبه، وهاي الماده هي عباره عن الكيراتين. اوكي، فهذا السيست من جوا بده يكون محشي او معبى كيراتين، وهاي هي الوحده من الفيتشرز اللي بتساعدني لما بدي اخذ بايوبسي اني اعرف انه هذا اوكيسي. اخر شغله بدي اقول لكم اياها عن الاوكيسي بالكلينيكال فيتشرز، وهي شغله كثير مهمه، انه الاوكيسي ما بيعمل لي اكسبانشن. شايفين هذا السيست قديش كبير، بس هذا السيست مو عامل اكسبانشن ملحوظ للبيشنت. ليه؟ لانه الاوكيسي بيميل، وهي وحده من اهم الفيتشرز تبعيته، انه هو بيميل انه يكبر بالانتيريور بوستيريور دايمنشن، بيكبر هيك. فهو بيكبر على حساب انه ياكل 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 من العظم، اوكي، ما بيكبر بالبكولينج والدايركشن نفس الدنتجر اسيست. وهي كمان نقطه بتخليني افرق بين الدنتجر اسيست والاوكيسي، انه الاوكيسي بيكبر بالانتيريور بوستيريور دايركشن فما راح يعمل لي اكسبانشن، بينما الاوكيسي راح يكبر بالبكولينج والدايركشن اللي هو الدنتجر اسيست، راح يكبر بالبكولينج والدايركشن، فبالتالي راح يصير في عندي اكسبانشن ملحوظ عند البيشنت. اوكي، فيلا لو بدي اوصف انا هاي الليجن، نفس الشيء راح تكون ويل ديفايند كورتيكيتد بيج ليجن ممتده من البادي اوف ذا مانديبل للريماس، وحتى واصله هون تقريبا للكورونويد بروسيس. الشغله كثير مهمه كمان انه من جوا هو اغلبيته ريديلوسنت، ولكن لاحظوا معي كيف هو له هدول السبتي. وهلا بقول لكم بعد شوي لما نحكي عن الديفرنشال دايجنوسيس ليش احنا لازم نعرف ونحفظ منيح انه الكيراتوسيست كمان ممكن يكون فيه هدول السبت، هدول الحواجز الصغيره. اوكي، هون نفس الشيء بنلاحظ انه انا في عندي هذا الاوكيسي اللي كثير كبير، اللي فعليا مو قادره احدد بالضبط البوردرز تبعيته بسبب التشويش تبع صوره البانوراما، ولكن بلاحظ انه هو فيه جواته سبتي وبتشكل حوالين ان ايربتد توث. ولاحظوا كيف هو هون مو متشكل حوالين السمنتو انامل جانكشن، ومره ثانيه هاي طريقه لحتى افرق على صوره الاشعه بين الاوكيسي وبين الدنتجرس سيست. الدنتجرس سيست هون يس متشكل حوالين ان ايربتد توث، ولكن هذا التشكل مو صاير عند منطقه السمنتو انامل جانكشن، لا هو فعلا هون صاير عند الروت. اوكي، صاير ابيكال لمنطقه السمنتو انامل جانكشن، فهون هاي كمان شغله بتساعدني افرق بينه وبين الدنتجر اسيست. الموست كمان لوكيشن للكي او تي هو البوستيريور بادي اوف ذا مانديبل سوبيريور للانفيريور الفيولر كانال، وبظن انه هذا الحكي كلياته ذكرناه. اوكي، هو له نفس خصائص الاسيست العامه اللي حكينا عنه، انه بيعمل لي نفس الافكتس اون سراوندينج ستراكشرز، وشغلات اللي كثير هيك يعني ملمة أنا حكيت لكم إياها. هون هاي صورة سي تي، أوكي، بتورجينا الكورونال فيو، أو عفواً أكزيال فيو، يعني كأنه إحنا هلأ عم نطلع على البيشنت من تحت أو من فوق. فلاحظوا معي كيف الإكسبانشن تبع الماندبل عم بصير بالأنتيريو بوستيريور دايركشن، أو عفواً مو الإكسبانشن، النمو تبع السيست عم بصير بالأنتيريو بوستيريور دايركشن، يعني عم بصير بهذا الاتجاه ما عم بصير هيك. ونتيجة لهذا الشيء نحن شايفين انه نحن ما في عنا يعني expansion ملحوظ بالمانديبل، تمام؟ فهي النقطة اللي بدي كلياتنا نستوعبها، انه هون الاكسبانشن تبع الـ OKC تمام؟ الـ odontogenic keratocyst اللي هو نفسه الـ keratocystic odontogenic tumor له اسمين، اوكي؟ بصير النمو تبعه بالانتيريو بوستيريور دايمنشن من منطقه الريمس وانتم ماشيين لقدام، يعني لمنطقه الانسايزرز، هذا الانتيريو بوستيريور دايمنشن، فلهيك ما راح يصير في عندي اكسبانشن. ولكن الـ يعني السيستس الثانيين او الدنتجر السيست راح يكبر هيك بهذا الاتجاه، فراح نجي يجينا البيشنت عنده انتفاخ، عنده سويلنج، تمام؟ هون نفس الشيء في عندي، يعني لاحظوا ما اكبر هالاوكيسي هذا اللي احنا شايفينه هون، طلعوا ما اكبره، بس بالمقابل طلعوا كميه الاكسبانشن قديش بسيطه وكثير صغيره. ليه؟ مره ثانيه لانه الاوكيسي بحب يكبر بالانتيريو بوستيريور دايركشن، وبهاي الطريقه هو ما بيعمل لي اكسبانشن للماندبل، تمام؟ اوكي، طيب هلا اخر شيء بخصوص الاوكيسي. اوكي، هون كمان في عندنا اوكيسي صوره ثانيه بتورجينا، شايفين هاي الاوكيسي؟ تمام، لكني انا لكني عم حدد
البوردرز تبعيتها. لاحظوا كيف هو عم يكبر بالانتيريور بوستيريور دايركشن، ولاحظوا انه لو بدي انا اوصف الحجم تبع هذا السيست بدي اقول انه هو تقريبا اخذ تلت النص اليمين من الماندبل، بس مع هيك هو مو عامل لي اكسبانشن بالباكولينجوال دايركشن. ليش؟ لانه مره ثانيه هو بيكبر بالانتيريور بوستيريور دايمنشن. اوكي، بخصوص الديفرنشال دايجنوسيس فانا عندي اكثر من شغله. اول شيء الشغله الاولى هي الدنتيجرال سيست، ولما نحكي عن الدنتيجرال سيست فكيف بدي افرق بين الاو كي سي والدنتيجرال سيست؟ من خلال عده امور. الامر الاول والاساسي هو الاتاتشمنت للسيمنتو انيمال جنكشن. اذا كان هالليجن هذا متصل ومبلش عند السيمنتو انيمال جنكشن فهون هذا غالبا بده يكون دنتيجرال سيست. اما لو كان ابيكال لا السيمنتو انيمال جنكشن، يعني هون هذا هو فعليا السيمنتو انيمال جنكشن ولكن السيست مبلش هون بهاي المنطقه. شايفين؟ شايفين كيف مبلش السيست؟ هو مو مبلش عند السيمنتو انيمال جنكشن، فاذا هذا بيميل انه يكون او كي سي اكثر. تمام. الشغله الثانيه الاكسبانشن، الدنتيجرال سيست بيعمل لي اكسبانشن بينما الاو كي سي ما بيعمل لي اكسبانشن. تمام. شو كمان بدنا نحكي؟ هذا بخصوص الدنتيجرال سيست. بالمحاضره الجايه ان شاء الله لما نحكي عن الاودنتوجينيك بيناين تيومرز رح ندرس عن تيومر، عن ورم بنسميه الاميلوبلاستوما. هلا الاميلوبلاستوما هو عباره عن ورم، تمام، رح يكون من جوا راديولوسنت، بس الفكره انه بده يكون كمان فيه سبتي، فيه هدول السبته، هدول الحواجز اللي حكينا عنهم، ولانه كمان الاوكسي فيه هدول الحواجز فكمان نحن راح يعني نحط الاميلوبلاستوما جوات الديفرنشال دايجنوستس ليست تبعيتي. بس الفكره انه الاميلوبلاستوما بيميل انه يعمل لي اكسبانشن اكثر من الاوكسي. اوكي، الاوكسي ما كثير بيميل انه يعمل لي اكسبانشن، فهمتوا علي؟ بينما الاميلوبلاستوما بيعمل لي اكسبانشن. طبعا في عندي سيمبل بون سيست كمان بيفوت يعني من ضمن هاي القصه، تمام، من ضمن هاي الديفرنشال دايجنوستس ليست. هلا في عندي سيندروم بسميها البيزل سيل نيفاس سيندروم. اوكي، هاي البيزل سيل نيفاس سيندروم اللي بيحب يقرا معلومات عنها انا حطيت معلومات عنها هون، ولكن ليش نحن عم نحكي عنها بهاي المحاضره؟ لانه واحده من الفيتشرز تبعت هاي السيندروم انه البيشنت بده يجي لعندي وبده يكون عنده مالتيبل اوكيسيز. فطلعوا هون مثلا بصوره السي تي هاي لهذا البيشنت، طلعوا كم اوكيسي عنده. هاي واحده، هاي الثانيه، هاي الثالثة، تمام، هاي الرابعة، وهاي الخامسة. هذا patient واحد، أوكي، عنده خمسة أو five OKCs، تمام. فهذا patient مشخص ببيزل سيل نيفاس سيندروم، وهو بيكون عنده يعني skeletal abnormalities, central nervous system abnormalities، بيكون في عنده مثلاً hypertelorism وprognathism. hypertelorism يعني إنه المسافة بين العينين بدها تكون كتير واسعة، أوكي، بتكون كتير واسعة هاي المسافة اللي هون. prognathism يعني العيون بدهن يكونوا كأنهم طالعين لبرا، بده يكون هذا patient عنده صبغات، أوكي، صبغات بنية على جسمه، بده يكون في عندهم كتير abnormalities اللي بيحب يقرأ عنهم، فأنا حطيت عندهم هدول المعلومات اللي هون. وكمان بده يكون في عندهم بفيدريب وكالسيفيكيشن بالفالكس سيريبري. اوكي، تمام. هون كمان هذا البيشنت في عنده مالتيبل اوكيسيز، فمثلا هذا واحد هون، وهون في عندنا اوكيسي ثاني وعامل ديسبيسمنت لهذا المولر اللي انتم شايفينه، وهون كمان في بدايه تكون اوكيسي. فهذا البيشنت كمان في عنده شو اسمه البيزل سيل نيفاس سيندروم. تقريبا قربنا نخلص، يعني احنا خلصنا هيك الجزء اللي كثير يعني مهم من هاي المحاضره، و محاضره ممتعه جدا ومليانه بمعلومات كبيره جدا وجميله جدا. رائع رائع حقيقي، رائع. مش بتشرف والله بهذا الحكي. مو ما مطولين لحتى نخلص، ان شاء الله هيك 10 دقائق ونخلص. بعرف انه طولت المحاضره شوي، بس هو صراحه موضوع حقيقي. جزاك الله خيرا. خلينا كده نشوف لو حد عايز سؤال كده في النص مثلا واحنا بناخد بريك. هي اي سؤال؟ يس، يا ريت إذا حدا عنده أي سؤال يتفضل. يا ريت، في أي أسئلة؟ أنا فاتحة من موبايلي وعم تبع على الكومنت كل شوي هيك بميل عيني، بس مو لاقي صراحة أي حدا كاتب سؤال. بس شكرا كثير كثير، بحب أقول شكرا عن جد لكل الكومنتس الحلوة واللطيفة والكريمة من كل الناس، وأنا كثير مبسوطة بالحكي والدعم والتشجيع اللي عم يكتب لي يا بابا هلا،
واسمحوا لي يعني يقول له قد ايه انا كثير مبسوطه بحكي ومبسوطه بدعمه وهو اساس كل شيء عن جد، فالله يخلي لي اياه وانا كثير كثير مبسوطه. طيب لبين ما حدا يكتب اي سؤال، صراحه في شيء انا حابه احكيه لزملائي طلاب طب الاسنان. احنا هلا لما نقعد نتصفح دكتوره امنيه ونشوف او نيجي نسمع هيك نشوف شو الجو العام يعني من الناس اللي اكبر مننا، شو بنسمع؟ بنسمع كثير اشياء سلبيه، يعني يا اما بيقولوا لنا اعداد الخريجين مدري شو، يا اما بيقولوا لنا الماتيريالز غاليه، يا اما بيقولوا لنا صعب نفتح عياده، يا اما بيقولوا لنا الاختصاص صعب، وكميه غيمات يعني وحكي سلبي كثير كثير كثير. هلا هل هذا الشيء واقعي؟ هو يس واقعي وموجود وكلياتنا عم نعاني منه وما بنقدر ننكره، بس بالنهايه هاي ما تجربتك انت، هاي تجربه غيرك، فلا تتبنى تجربه غيرك وتعملها تجربتك انت. يعني هلا بالمستقبل ممكن انت تعيش هاي التجربه، يس ممكن، وممكن كمان انك تمنعها وانك تصنع تجربه خاصه فيك انت وتتعب على حالك وتستثمر بحالك. ولما نحكي نحن انه نستثمر بانفسنا، فهون ما في داعي انه نروح نحضر كورسز باخر الدنيا ونسافر على امريكا وبريطانيا. يعني بتعرفي دكتوره مبدا الكايزن؟ مبدا الكايزن بيقولنا انه نحن نعمل خطوات كثير صغيره بس مستمره. فانا بحس نحن هلا بوقت كثير مبارك، وبالعكس انا ما بشوف انه نحن يعني في كثير اشخاص بيشوفوا انه نحن هلا بزمن مشؤوم وزمن كله مصايب وزمن كله متاعب. انا بآمن انه ما في زمن مثالي مرق على البشريه، وبالعكس نحن هلا التكنولوجيا عم تخدمنا كثير. يعني اذا بدنا نفكر بالدكاتره قبل 15 سنه كانوا يقولوا وينكم، وين الفيديوهات، وين اليوتيوب شانلز، وين المحاضرات اللي فري، وين الوركشوبس اللي عم تنعمل؟ عن جد اوقات احنا بالجامعه يعني عم تنعمل عنا وركشوبس بمبالغ بيقدر عليها الانسان. اوكي، فالانسان عن جد ما يقلل من اي خطوه، كل خطوه رح تفتح لك باب جديد، وكل درجه بتطلع على السلم تفتح لك باب جديد. وعن جد رب العالمين ما بيضيع اجر المحسنين، ورب العالمين ما جابنا على هاي الدنيا لحتى نتعب ونعيش حياه شقاء، بالعكس جابنا لحتى نعمر الارض. صحيح. معنا هنا سؤال يا دكتورة، عندنا هنا دكتور عمري بيسأل ازاي السيست بيعمل expansion to the bone؟ ايه هلأ الفكرة انه انا أبظن دكتور عمري عمرو حسام تقريبا هلأ انا يعني في عندي انه يعني تفسيرين للسؤال اللي حكاه دكتور عمري. التفسير الاول، تخيل معي يا دكتور انه انا عندي السيست وقاعد عم يكبر، تمام؟ هلا لما يبدا السيست يكبر اوكي ويوصل للكورتيكال بون، يوصل لهاي الطبقه الخارجيه اللي عم تغلف المانديبل، هون انا شو في عندي بيريوستيوم، فبده يبلش يصير في عندي ريزوربشن من جوا، تمام، من جهه المانديبل من جوا، وبنفس الوقت بده يصير في عندي ديبوزيشن من الجهه الخارجيه. فهيك شوي شوي اوكي بده يبلش يصير في عندي اكسبانشن. يعني السيست قاعد عم يكبر وعم يحفز البيريوستيوم ياكل من الجهه الداخليه ويبني من الجهه الخارجيه، تمام، فهيك بصير عندي اكسبانشن. هلا لو كان السيست كثير اجريسيف ويعني كثير قوي وما قدر الجسم يلحق عليه ويبني بون وكذا، هون رح يصير في عندي بيرفوريشن ورح يبلش السيست يطلع ويوصل للسوفت تيشوز، وبهاي الحاله بدنا نبلش لما نعمل بالبيشن نشوف انه في عنا انتفاخ بس البالبيشن ربري. فهمت علي؟ هلا في بعض الحالات اذا صار في عندي سكندري انفكشن وطلع عندي انفلاماتوري برودكتس، هاي الانفلاماتوري برودكتس اذا وصلت للبيريودونتيوم نفس ما شايفين هون بهاي الصوره رح تحفز لي البيريودونتيوم انه يعمل لي لايرز من البون. اوكي، شايفين هاي اللايرز من البون؟ هاي ليه؟ لانه انا هون صار في عندي انفكشن. انا يعني مشان الوقت ما حبيت كثير احكي، بس هون بالهيستوري مكتوب انه انا صار في عندي سكندري انفكشن للبكال بايفوركيشن سيست الموجود هون، وهذا الشيء ساهم لي انه شو يصير في عندي بون فورميشن زياده عن اللزوم. فالبون فورميشن اللي زياده عن اللزوم عمل لي هذا الاكسبانشن. بتمنى تكون يعني جواب وافي. معنا هنا برضو سؤال تاني من دكتور اسامه الليثي بيقول what about the possibility الاكيورنس بتاعت المالجنانتي ترانسفورميشن للسيستيك ليجن في المالجنانت تيومرز؟
يس السيستس كلياتهم في عندهم بوتنشال انه يتحولوا لماليجنانت شو اسمه ليجنز اوكي خصوصا الدنتيجرال سيست. الدنتيجرال سيست هو من اكثر السيستس اللي عندهم القابليه انه يتحولوا لماليجنانت ليجن اوكي. فلهيك انا قلت ببدايه المحاضره ما بيزبط نترك السيست بنقول يلا نشوف شو بده يعمل, لازم السيست ينشال باكثر طريقه محافظه وباسرع طريقه ممكنه, يعني fast management. yes تماما. okay. اي سؤال تاني قبل ما نبتدي البارت التاني؟ اوكي معنا سؤال تاني هنا تسأل على الodontocratic cyst بيعتبر tumor اكتر من cyst, هل هو بيعتبر tumor؟ هلا صراحه في عليه ديبيتس, في عليه خلاف. الفكره انه يعني هن صنفوه اكثر من مره واكثر من سنه, مره بال2005 قالوا انه هو عباره عن سيست, بعدين رجعوا مره ثانيه تقريبا اذا ما خانتني ذاكرتي بال2010, انا صدقا مو متذكره التاريخ بالضبط, قالوا لا هو تيومر, بعدين رجعوا مره ثالثه بال2017 قالوا لا انه نحن رح نقول انه هو يعني قالوا بدنا نعمل هيك يعني حل وسط, فطلعوا لنا مصطلح شو سموه مكتوب هون, قالوا بدنا نسميه يونيسيستيك أو مالتيسيستيك تيومر. تمام, يعني قالوا بدنا هو شكله الابيرنس تبعه وبشكله الحقيقي يعني هو سيستيك ان نيتشر. تمام, فبالنهاية وصلت ال WHO انه خلص نحن بدنا نعتبره سيست بالآخر. فهمت علي دكتورة؟ يعني هنا كان في ديبيتس وكتير أبحاث حوالين هاي الليجن, بس هلأ حاليا من 2017 تقريبا قالت لنا ال WHO انه شو اسمه هذا هو عباره عن سيست. وليش من الاصل صار في عندي ديبيتس, ليش صار في عندي خلاف؟ لانه لما جابوا هاي الليجن وحطوها تحت الميكروسكوب شافوا انه الابيثيليا لايننج اللي مغلفه هل هذا هي فيها خصائص من التيومرز. فهمت علي؟ فنتيجه لهيك كان هذا الديبيتس وقعدوا سنين يعني, بس هلا اخر شيء وصلنا له انه هو عباره عن سيست. اوكي اي سؤال تاني؟ يلا بينا. اوكي ليتس جو يلا يلا السيست اللي بعد بدنا نحكي عنه هو سيست كتير لطيف بنسميه اللاترال بيريودنتال سيست, ومن اسمه اللاترال يعني بصير باللاترال سايد اوف ذا توث, ما رح يصير عند الابيكال سايد, لا بصير لاترالي للروت. ثانيا بيريودنتال سيست فهو بيطلع من الابيثيليال ريستس بالبيريودنتيوم نفس ما قلنا وبيكون لاترال للتوث, واذا شايفينه هيك فهو فعليا هون احنا شايفين يعني الكلاسيكال ابييرنس تبع السيست انه هو راوند ويل ديفايند كورتيكيتد ومن جوا ريجلوسنت. طبعا بيكون كثير صغير يعني بالحاله الطبيعيه بده يكون less than 1 سنتيمتر ان دياميتر. وبالنسبة للإيميجينج فيتشرز هو غالباً بيصير أو أكتر شيء يعني بيتشكل جوات الماندبل, بيصير تقريباً بمنطقة اللاترال إنسايزرز ما بين منطقة اللاترال إنسايزرز للسكند بريمولر. مثلاً هون إحنا شايفين كيف هو صاير بين الفيرست والسكند بريمولرز, شايفينه البريفري والديفايند وبده يكون راديولوسنت من جوا, وفي عندي كورتيكال باوندري, وطبعاً شكله غالباً بيكون راوند أند أوفل. طيب هلأ شو الإفكتس عن سراوندينج ستركتشرز؟ طلعوا معي هون, شايفين هالسيست هذا اللي هون شايفينه؟ طب اطلعوا معي هون على هذا السن على البريمولر هذا اللي هون, لاحظوا معي سوري كيف انا في عندي هون لمينة دورة هذا الخط الابيض اللي محيط بالسن وهي هون انتاكت, وصلت لهون عند المنطقة المقابلة للسيست ولاحظت انه هي اللمينة دورة خلص انفقدت. فمن اهم الاشياء اللي بيأثر فيها هذا ال اللاترال بيريودنتال سيست انه هو بده ياثر على اللامينادورا اوف ذا ادجيسنت روت. اوكي اللارج سيست اذا كبر اكثر واكثر من هيك بده يبلش يعمل لي ديسبيسمنت للادجيسنت تيث وذ مينيمم اكسبانشن للانفولفد بون. اوكي الديفرنشال دياجنوستس بيفوتوا كثير اشياء, اول شيء راح يفوت هو المنتال فوريمن, يعني مثلا طلعوا هون المنتال فوريمن اساسا وين مكانه وهي شو وكيف شكلها. المنتال فوريمن هي عباره عن فوريمن بيطلع منها المنتال نيرف بتكون راديولوسنت, فهمتوا علي؟ فيعني كثير وبتكون موجوده بين الفور والفايف, يعني نفس المكان اللي موجود فيه السيست اللاترال بيريودنتال سيست اللي موجود هون. تمام, ف يعني احنا لازم
نبصم ونكون شايفين وفاهمين النورمال اناتومي، بعدين حتى بعدين نقدر نميز الاب نورمال باثولوجيك ليجنز. فهمت علي؟ فلازم يعني قبل كل شيء لازم نحن عن جد نقدر نميز النورمال اناتومي لحتى بعدين نقدر يعني نفرق بينه وبين الباثولوجيك ليجنز. غير هيك ممكن يفوت كمان بالديفرنشيال دياجنوسيس تبعي السمول كي او تي، وكمان شغلات مثل النيوروفايبروما والراديكولار سيست اذا كان كتير صغير وكان طالع من اللاترال او الاكسسوري بالب كانال. هون طبعا شو بنعمل اذا شكيت انه هو راديكولار سيست؟ اول شيء بدي اعمله اني اعمل فايتاليتي تيست، اوكي، لانه اللاترال بيريودنتال سيست هو ما له علاقه بالسن، هو جاي من الابيثيليال سيلز اللي بالبيريودنتيوم، اوكي. ف يعني بنفحص الفايتاليتي تيست، والمفروض انه اذا كان لاترال بيريودنتال سيست يكون التوث از فايتال. طيب هيك بس هي معلومات بسيطه، هو صراحه ما فيه كتير معلومات. اللي بعده شيء بنسميه جلاندولار اودونتوجينيك سيست. الجلاندولار اودونتوجينيك سيست له اسم ثاني بنسميه سيالو اودونتوجينيك سيست. طيب لما نحكي كلمه جلاندولار وكلمه سيالو، هذا الشيء شو بيذكرني؟ بيذكرني بالجلاندز، اوكي، ونحن مينلي بالاورال كافيتي بيهمونا السليفري جلاندز. فهذا السيست هو فعليا فيه ابيثيليوم، فيه يعني جاي من ادنتوجينيك ابيثيليوم، وبنفس الوقت هاز سليفري جلاند فيتشرز مثل انه هو من جوا غير هدول الابيثيليوم، رح يكون في عنده كمان موكس برودوسينج سيلز. الكلينيكال فيتشرز بيميل اكثر شيء انه يصير بالفيميلز بين عمر 46 ل 50، has aggressive behavior and tendency to recur after surgery. يعني نحن ممكن نعمل سيرجري ونشيله بس يرجع مره ثانيه. طيب كيف اللوكيشن تبعه؟ غالبا بصير بالانتيرير مانديبل نفس ما شايفين هون بهاي الصوره، وشكله كثير مميز حقيقه. طبعا البريفري الحدود الخارجيه بدها تكون كورتيكيتد وممكن تكون سموث او سكالوب. لما نقول كلمه سكالوب يعني هيك هي بهذا الشكل، انه عملت لي مثل هاي التلال، شايفينها كيف هيك يعني السكالوب، اوكي. الانترنال ستراكشرز بدها تكون يا اما يونيلوكيولر او مالتي لوكيولر ابييرنس. يونيلوكيولر يعني نفس هذا الشكل، اوكي، هو كلياته على بعضه قطعه واحده، اوكي، او شقفه واحده، غرفه واحده. مالتي لوكيولر يعني انه مقسم السيست نفسه كبير كثير وبنفس الوقت مقسم لغرف صغار. فمثلا هاي غرفه هون انا شايفتها، وهي غرفه ثانيه، وهي غرفه ثالثه كمان، اوكي. فالسيست نفسه بيكون في جواته مثل هدول الستي اللي حكينا عنهم، وبده يكون مقسم من جوا لهدول الغرف اللي كتير صغيره، اوكي. وهذا الشيء بيميز الجلاندولار اودونتوجينيك سيست. وما بدنا ننسى انه كمان بصير اكثر شيء بالانتيرير مانديبل او ماكسيلا. شو كمان بدنا نحكي؟ الديفرنشيال دياجنوسيس بده يكون الاميلوبلاستوما، لانه الاميلوبلاستوما بيميلوا نفس ما قلنا انه يكون في جواتهم هدول السبتي، نفس هدول بالضبط، يعني الاميلوبلاستوما رح يكون شكله نفس هذا الشكل بالضبط، اوكي؟ وان شاء الله رح ندرس كيف نفرق بيناتهم بمحاضره التيومرز المره الجايه، تمام؟ الاوكي سي ليش؟ لانه كمان الاوكي سي فيهم هدول السته، فاي شيء فيه هدول السته رح فوته من ضمن الديفرنشال دايجنوستس ليست لهدول الجلاندولار اودنتوجينيك سيست، اوكي. اخر سيست بدنا نحكي عنه اليوم هو سيست كثير مميز واسمه الكالسيفاينج سيستيك اودنتوجينيك تيومر. هذا كمان نفس الشيء صار عليه كثير اختلاف، انه مره قلنا هذا سيست، مره قلنا هذا تيومر، مره رجعنا قلنا انه سيست، مره رجعنا قلنا انه تيومر. بالنهايه ال WHO صنفته انه هو عباره عن تيومر، وبالكتاب يعني المصدر اللي انا اعتمدته موجود من ضمن هذا الشابتر، فحبيت اني احطه هون. هلا هذا الكالسيفاينج سيستيك اودونتوجينيك تيومر او السي سي او تي له اسم ثاني، له اسماء كثيره من ضمنهم الجورلينز سيست. طبعا هو انكمان وسلو جروينج، وهو عباره عن بيناين ليجنز. اكثر شيء بيميزه انه هو بده ما رح يكون من جوا، يعني ما رح يكون توتالي راديولوسنت، لا بده يكون في جواته شويه كالسيفيكيشن. هذا السيست بيقدر عنده البوتنشال من جوا انه يفرز لي مثل هيك يعني اجزاء، اوكي، او يعني شلون بدي اقول لكم، ماتيريالز تكون كالسيفايد ماتيريالز او كالسيفايد تيشوز. ولما اجوا فحصوها تحت الميكروسكوب اكتشفوا انه هي مينلي عباره او بتشبه كثير التركيب تبع الدنتن،
فهمتوا علي؟ فليش نحن بنسميه calcifying cystic odontogenic tumor؟ لأنه من كلمة calcifying هو بميل إنه يشكل هذا هدول الماتيريالز أو الكالسيفايد ماتيريالز. أوكي؟ فدائما بدنا نحط ببالنا شو هو الأودنتوجينيك سيست اللي بيشكل جواته كالسيفايد ماتيريال، هو هذا الكالسيفايينج سيستيك أودنتوجينيك تيومرز. شو الكلينيكال فيتشرز؟ أكثر شيء إنه هو ممكن يعني يكبر لحجم كتير كبير ويعمل لي إكسبانشن ويعمل لي ديستركشن للكورتيكال بليت. وكمان يعني شافوا انه نحن لما عم نجي نعمل اسبيريشن، اوكي، عم نجي نفوت نيدل ونسحب ونشوف شو في جوات هذا السيست، عم يكون في عندي فيسكس جرانيولر يلو فلويد. الفلويد عم يكون لونه اصفر، عم يكون جرانيولر فيه حبيبات اللي هي هدول الماتيريالز، وعم يكون لزج. الايمجينج فيتشرز 75% من السي سي او تي بتصير بالبون تقريبا بشكل متساوي بين الماكسيلا والماندبل، وغالبا بصير بمنطقه الكاسبيدز والانسايزرز، يعني انتيرير لمنطقه الفيرست مولر. فهون نفس ما انتم شايفين هذا هو السيست صاير هون بمنطقه الانسايزرز، اوكي، بالماكسيلا. الانترنال ستراكشرز ممكن يكون كومبليتلي راديولوسنت، بس هو غالبا بده يكون فيه هدول السمول فوساي او الكالسيفايد ماتيريال ذات ابير از وايت فليكس او سمول سموث بيبلز. اوكي، يعني هدول هيك شايفين هاي المناطق، هدول الفليكس اللي موجودين هون شايفينهم، هدول اكثر شيء بيميزوا لي هذا السي سي او تي. اوكي، الافكتس اون سراوندينج ستراكشرز اكثر شيء ممكن يعمل لي يا انه هو يعمل لي بيرفوريشن للكورتيكال بليت، وممكن كمان يعمل لي ريزوربشن وديسبيسمنت لهذا السن. Differential diagnosis. Differential diagnosis بدي أفكر أي lesion بالحياة ممكن يكون في جواته calcified materials بدي أحطها بالdifferential diagnosis list تبعيتي، مثل dentigerous cyst، مثل مثلاً adenomatoid odontogenic tumor، amyloblastic fibroodontoma، calcifying epithelial odontogenic tumor، long standing cysts اللي حكينا عنه إنه إذا هن نضلوا لفترة كتير طويلة السيستس وما عالجناها ممكن يبلشوا يشكلوا جواتهم ديستروفيك كالسيفيكيشن. اوكي، فبيعطوني نفس الابيرنس تبع السي سي او تي. وهون نفس ما شايفين، طلعوا معي هلا، نحن دائما لما بدنا نشوف الليجن نحن يعني بدنا نحاول نقسم البيشنت لنصين. اوكي، بدنا نقسم الليجن هاي لنصين ونصير نقارن الجنب اليمين مع الجنب اليسار. اوكي، هلا هون الجنب اليمين تبع البيشنت هو فعليا نورمال، انا هون شايف الساينس والساينس نورمال، بس هون الساينس معبى سيست، يعني معبى بالليجن. اوكي، ومبين عندي انه انا هون في عندي هاي الليجن، ولاحظوا كيف انا في عندي هذا الكالسيفيكيشن اللي مبين هون، تمام. وكمان لاحظوا كيف السي سي او تي هون متشكل وعامل لي اكسبانشن للميديال وول تبع الماكسيلاري ساينس. شو كمان بدنا نحكي؟ يس، هيك بنكون حكينا تقريبا اهم الاشياء. بس قبل ما اختم، في حدا دكتور اسامه عم يقول what about odontogenic myxoma and salt and pepper cyst. مظبوط، هلا بالمناسبه انه الكالسيفاينج سيستيك odontogenic tumor يعني هذا المنظر اللي احنا شايفينه هون بنسميه salt and pepper appearance. فهمت علي؟ فالسولت اند بيبر يعني مثل منظر الملح والفلفل، كيف احنا لما نجيب ملح وفلفل نخلطهم مع بعض رح يعطوني شيء بيشبه هذا المنظر. اوكي، فاي شيء بده يعطيني هذا المنظر بدي فوته من ضمن الديفرنشال دايجنوسيس ليست. هلا دكتور، يس، كمان الاودونتوجينيك ميكسوما ممكن نفوتها من ضمن هذا الشيء، بس بالحقيقه طبعا الاودونتوجينيك ميكسوما هي وحده من الاودونتوجينيك بيناين تيومرز اللي بدنا ندرس عنها بالمحاضره الجايه ان شاء الله. بس الفكره انه الاودونتوجينيك بيناين تيومرز او الميكسوما بشكل خاص، الشيء اللي جواته بده يكون عباره عن سبتم، والستة أو الحواجز رح تعمل لي منظر مثل منظر شبكة التنس. أوكي، فأنا يس ممكن فوتها من ضمن الـ differential diagnosis تبع الـ glandular odontogenic cyst. يس، وممكن كمان فوتها من ضمن الـ OKC، الـ OKC الأميلوبلاستوما، الميكسوما، الـ glandular odontogenic cyst، هدول كلها ياتهم بيجوا مع بعض. أوكي، دائما هدول يعني بنجيبون هيك ست مع بعضهم ونحطها بالـ differential diagnosis list تبعت الـ اي ليجن بده يكون محتمل انه يكون في جواتها هدول السته. فبتمنى يعني يكون جاوبت على سؤالك، وهيك بكون انا ختمت
المحاضرة هاي. الحمد لله. شرفتينا وافدتينا، وخلينا كده نشوف هل يوجد اسئله اخرى للدكتوره هنا. اي اسئله اخرى؟ حقيقه ساعدتينا يا دكتوره هنا، وحقيقي افدتينا، وجزاك الله خيرا. حبيبتي اي اسئله كده للدكتوره هنا يا ريت نكتب في الكومنتس ان شاء الله. يا اتفضلي دكتوره. كنت هقول ان شاء الله اي حد حط كومنت بالاسم بتاعه هيتبعت له سورس، ده زائد ان السورس كمان هينزل على الجروب او البيج ان شاء الله في بوست منفصل ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. اتفضلي يا دكتوره. حابه اقول بس دكتوره انه هاي قناتي على اليوتيوب، وكل فتره انا بنزل عليها فيديوهات بمختلف المواضيع، فكمان هاي المحاضره ان شاء الله رح تنزل على قناتي على اليوتيوب، ويو ار اول ويلكم انكم تجوا تعملوا اشتراك بهاي القناه، وان شاء الله يعني الله يبارك فيها ونقدر انه ننزل فيديوهات مفيدة ان شاء الله باذن الله. بشكر حضرتك يا دكتورة هنا، حقيقي محاضرة رائعة وتستاهلي كل الحب والتقدير. افدتينا، وكانوا ساعتين قليلين قوي على اللي انت قلتيه، وحقيقي محاضرة مليانة. ان شاء الله باذن الله استنونا الجمعة الساعة 9 مع دكتور محمود الليتي في محاضرة بعنوان 5 cents of success، وإن شاء الله بإذن الله دايماً قادرين ننفع الدكاترة كلهم. أمين. إن شاء الله بإذن الله نشوفكم على خير الجمعة الجاية. نورتينا يا دكتورة هنا. يا رب. ممتنة عن جد لهذا الوقت الحلو، عن جد هنا ساعتين ما حسيت فيهم، وبتمنى يعني انه تكون هاي المحاضره مفيده، تكون فادت الكل. وعن جد حابه اشكرك واشكر دكتوره دكتوره رضوى كثير على هالجهد الكثير كبير، وشكرا للكورسز لهالجهد، ويا رب يعني كل الناس اللي كانوا معنا اليوم يستفيدوا، وان شاء الله بنشوف انجازات اكثر ومحاضرات مفيده اكثر ان شاء الله. ان شاء الله. العفو، وباي باي دكتوره هنا، وان شاء الله باذن الله في محاضره جديده من سلسله علم ينتفع به، ربنا ينفع بينا الناس جميعا. نورتينا يا دكتوره هنا وامتعتينا، ومع السلامه. باي باي. باي باي. باي باي. مع السلامه.